لكل المشاهدين، أسبوع جديد عم بيطل علينا، وطبعا بداية جديدة. هذه المرة البداية ما بتشبه أي بداية وما بتشبه كل البدايات. بداية تعودنا عليها سنة بعد سنة، مننطرها كل سنة، مننطرها مرة واحدة لترجع تطل علينا. بداية فيها كتير من المحبة والخير، فيها كتير من الألفة. بداية كلها عيلة، كلها صداقة، كلها صلاة، كلها قرآن. بداية كلها أعمال خير، بداية كلها صدقة. بداية بتقربنا أكتر من ربنا، بداية بتقربنا أكتر من خينا الإنسان. بداية فيها نرجع نشبك إيدينا ببعضنا لحتى المجتمع يكون أفضل. بداية بتعلمنا كيف إنه نصلي الصبح ونصلي المساء. بداية بتعلمنا كيف إنه نرجع نتكل على ربنا ونرجع لجذورنا. بداية بتعلمنا كيف إنه نرجع نفلفش بالكتب السماوية، وبتعلمنا أكتر كيف إنه علاقتنا بخينا الإنسان هي الوحيدة اللي قادرة توصلنا للمحل الأأمن، اللي قادرة توصلنا لربنا. اليوم بداية الشهر الفضيل، هذا الشهر اللي بيتميز بلبنان عن بقية البلدان كلها، هذا الشهر اللي بلبنان له نكهة تانية، له طعم تاني، هذا الشهر اللي بلبنان من خلاله بيجتمع الكل، بيجتمع الكل على تنوع طوائفهم ومذاهبهم، على تنوع انتماءاتهم، وأيضا على تنوع ثقافاتهم والأمكن الموجودين فيها. بيجتمعوا لحتى يقولوا كلهم رمضان كريم، بيجتمعوا لحتى يقولوا ينعاد علينا بالخير والصحة والبركة والعافية، بيجتمعوا لحتى بهذا الشهر الفضيل تكون العائلة هي الأساس، يكونوا الأصدقاء هن الأساس. وقديش نحن بحاجة لحتى نرجع لعيالنا، لأصدقائنا، لجمعاتنا، لعاداتنا وتقاليدنا. وإن ما كنتوا عم بتتابعونا نحن وياكم بهذا الشهر الفضيل مثل ما عودناكم سنويا بصباح لبنان، رح يكون لنا مجموعة من الفقرات الخاصة وأطلالات مميزة أيضا من خلال مجموعة من التقارير رح نتابعها تباعا عبر هذا الشهر الفضيل. لليوم أول رمضان، أول يوم برمضان، من هن ضيوفنا وشو هي فقرات رح نتعرف نحن وياكم أكثر مع زميلي شادي. شادي صباح الخير. جو صباح الخير لك ولكل المشاهدين، رمضان كريم وشهر مبارك وصيام مقبول لكل أشخاص الصائمين بأول رمضان. صباح لبنان مثل ما عودتكم كل سنة بكل المناسبات مثل رمضان كمان، وأكيد بكون متابعكم لحتى صبحيتنا تكون غير، تكون مميزة، صبحية متنوعة دائما، وتكون عم بتضيف لألنا ولألكن. البداية الرياضية مع مارسيلينو جبرايل، من بعدها رح نكون مع محطة لحتى ننطلق بزوادة إيمانية، زوادة بتنبع من الداخل وهي اللي بتبقى الأهم من أي شيء تاني، مع الشيخ دكتور هشام خليفة المدير العام السابق للأوقاف الإسلامية بلبنان، بحاوره زميلي جو. كمان من بعدها من الفقرات اللي رح نخصصها لشهر الكريم فقرة زاست مع شيف نادين أسيس، صفرة رمضان يلي بتجمع العائلة دايما، بتجمع الأصدقاء، بتجمع وبتقرب المسافات بين كل الناس. هالصفرة غنية بأطباق شهية، رح نتعرف على بعض الأفكار من الشيف نادين أسيس. كمان منتابع ومحطة طبية بامتياز مع دكتور جلبيرة برجيلي، وهو أخصائي بالطب مكافحة الشيخوخة والعلاج الهرموني، محطة صيبتة ببرنامجنا لحتى يحكي اليوم عن كيفية التحكم بضغط الدم. كمان منتابع مع فقرة فاشن مع سارة كيروز، ومين قال أنه بشهر الكريم ما في أوتفيتس وما في ثياب مخصصة لحتى يكون هالشهر لائق، يكون هالشهر مميز أيضا من ناحية الموضة. رح نحكي أكتر بهالموضوع مع سارة كيروز. كمان بختام الحلقة مثل ما عودناكم كل سنة، ما فينا إلا ما نشارككم بفلس صغير وبربح صغير وبهدية صغيرة. مثل ما سبق وشفتوا، صرتوا عم تشوفوا البرومو عم تمرق على الهواء، وبلشتوا تبعتوا SMS على الرقم 10 13، عم تبعتوا SMS وتجاوبوا على السؤال يلي عم بمر على الهواء عبر تلفزيون لبنان تباعا. يمكن لاحظتوا أن السؤال كتير سهل، وصحيح هذا مقصود لحتى يكون في أكتر عدد قادرين يشاركوا معنا، ولكن اللعبة مش بس هون، مش إذا جوابتوا صحيح يعني ربحتوا. اللعبة لما تبعتوا SMS وتجاوبوا بطريقة صحيحة بتفوتوا معنا حكما لحتى ابتداء من الساعة 11 من كل يوم نحن نرجع نتصل فيكن، وتكونوا عم تترافقوا معنا بسؤال أو غنية.
لما تتصلوا فينا بتختاروا أو أنكم تحذروا الغنية اللي رح نلعبها على الأورج أو أنكم تجاوبوا على سؤال. إذا جاوبتوا بطريقة صحيحة بفوت اسمكم بسحب القرعة، لحتى بختام كل حلقة شخص واحد منكم يكون عم يربح جائزة قيمة بنعلن عنها تباعا، وأكيد رح نرجع نفسر عن اللعبة بخلال الحلقة. إنما هلأ أنتوا كخطوة أولى اللي عليكم تعملوه تبعتوا SMS على 10-13 تجاوبوا S1 أو S2 على سؤال، وأكيد فيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا إذا ما عم تلحقوا الهوا لحتى تشوفوا شو السؤال يلي بلشنا فيه حلقتنا الأولى. كمان تابعونا عبر الهاشتاغز صباح أندرسكور رمضان بالإنجليش وبالعربي، إن كان على تويتر على إنستغرام صباح لبنان أو على صباح لبنان على فيسبوك صفحتنا الرسمية. هيدا حلقتنا لليوم باختصار بدايتها رياضية، لأنه أكيد وخلال الشهر الكريم رح نتابع الرياضة لحتى نحافظ على لياقتنا، وخاصة مع كل الأشخاص الصائمين الرياضة كمان أساسية بنظامنا الغذائي. فرياضة مع مارسيلينو. صباح الخير مشاهدينا، نحن اليوم موجودين مجددا بال 180. صباح الخير ورمضان كريم لكل يلي عم بيتابعونا بهذا الشهر، بتمنى فعلا يكون حامل معه كل الخير والبركات، اهم شيء التوبه والغفران. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا صباح لبنان اليوم، رح نتوقف هلا مع روبورتاج اقامت مؤسسه الشهيد سمير قصير حفل توزيع جائزه سمير قصير السنويه بقصر سرسق، التفاصيل كلها بهذا الروبورتاج. لم تكن فقط شهادة كاتب صحفي جريء يمثل الضمير اللبناني والسوري والفلسطيني، فهو شهيد الصحافي فعلا، بس هو كمان شهيد ربيع بيروت، شهيد 14 أذار، هو كذلك شهيد إعلان بيروت دمشق، وثبت الأكاديميين والمثقفين اللبنانيين والسوريين ضد كل أنواع القمع أينما كان. ونحن هلأ في هذه ما آلت إليه كل حفلة الربيع العربي، أقول له نحن مشتاقين لك، لأنه الربيع العربي كان بده قائد ومصوب مثلك أنت، ولبنان الضائع بين أحزابه وزعماته إلى لا مكان، كمان كان بيحتاج لحدا يكون هيك رائد مثلك أنت، لأنه هالجمهور الضايع في لبنان بيحتاج لمنارة مثل سمير قصير. يعني هديك السنة قلت 10 سنين الناس رجعت تذكرته بشكل قوي، غريب إنه السنة تذكرته كتير بعد 11 سنة، معناتها في كتير أشياء قالها واستشرفها كان معه حق فيها. أوقات التجارب بتفشل بس بترجع وبترجع، في بركان وهيدا البركان بتعرف بيطلع منه هيك نار وبيضل يطلع، بس بعدين بتصير الأرض خصبة جدا رح تضل خصبة. مشاهدينا منتابع نحن وياكم حلقتنا لليوم، ومثل ما وعدتكم بالاول مع شيف نادين قسيس رح نتعلم اطباق لحتى نغني فيها سفره رمضان وهالجمعه يلي دائما بتجمع العائله والاصدقاء. رح نبدا باول قسم من فقره زيست. شاف صباح الخير بونجور شادي، ورمضان كريم، ان شاء الله شهر خير علينا كلنا يا رب. اكيد على الجميع يا رب وبالصحه اهم شيء. صفا ماشي الحال الحمد يعني لله. يعني طيله هذا الشهر رح نتعلم معك اطباق ورح نتعلم دائما اشياء طيبه، بس هالمره
اشياء مخصصه لشهر الكريم لحتى نغني سفرتنا هيك بافكار جديده كمان. مزبوط، يعني بدها تكون عاده السفره تبعونا مقسمه ما بين سلادات ما بين شوربات واكيد اشياء دسمه مثل اليوم مثلا. اليوم نقي هيك طبق دسم، صحيح ما انه كثير عربي بس فيه الكريب، العجينه الكريب، بس رح نكون عاملين بقلبها صوص بشاميل. بعد شوي رح نعمل صوص بشاميل مع اللحمه والسبانخ واكيد البصل. نعم. اوكي، فخلينا نبلش هلا شادي. اول شغله نحن بعد لهلا ما تعلمنا كيف نعمل عجينه الكريب، فاليوم بدنا نعلم المشاهدين كيف نعملها بطريقه سهله. لا لا بالعكس، سهله كثير بس في لها برنسيب بدنا ننتبه بس حتى ما يكتل الطحين معنا والحليب بقلبها، فرح نمشي فيها بالتدرج. صحيح. على كل حال شايف انا هون بدي اذكر المشاهدين انه هيدي مرحله اوليه رح نعرف مزبوط. فيها ونبلش نشتغل شوي. مزبوط. بعدين بكون لك فقره كامله لحتى يترافقوا، انما هلا يبلشوا هن يحضروا. صحيح. المكونات اذا عم ببلشوا يحضروا لسفره اول رمضان الليله. مزبوط. فاذا خلينا نبلش اول شيء بالنسبه لعجينه الكريب. اذا بدنا نعمل الكريب الحجم الوسط، ما بدي اقول الحجم الكبير ولا الحجم الصغير. نعم. نحن بحاجه لبيض عدد 3، كوب من الطحين، كوب من الحليب السائل، ملعقتين زيت نباتي وملح ورشة فانيل صغيرة. نعم. كرمال البيض وزنخة البيض نتخلص منهم. هيدا بالنسبة للعجينة الكريب. هلا بالنسبة للحشوة اللي بدنا نحضرها. نعم. نحن بحاجة لبصل مفروم ناعم، للحمة مفرومة ناعمة، سبانغ أكيد بده يكون مغسل ومقطع مفروم جوليان، هولي بدنا نعملهم هلا كحشوة. نرجع بالمرحلة الثانية رح نحضر الصوص بشاميل ونخلط هيدا الحشوة اللي رح نعملها هلا على النار مع الصوص بشاميل. بتعرفي يعني بنلاقي كمان انجريدينتس فيهم أشياء صحية، يعني مزبوط. في حديد مزبوط. بقلب ال هلا هيدا الطبق يوجولي كمان بينعمل مش بس لحمة مفرومة ناعمة، يعني الأشخاص اللي ما عندهم مشكلة مع الجامبون بيقدروا يستعملوا بدل اللحمة المفرومة جامبون أو بيكن. أكيد. أوكي، فخلينا نبلش. يلا شو أول شيء؟ نحط الحشوة على النار. عظيم. حتى هون نبلش أول شيء باللحمة شيف. وي خلينا بس نفتح عنية الغاز. يعني هون بدي اذكر كل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا انهم يحضروا الانجريدينتس، لانه شيف نادين رح ترجع تكون معنا بقسم ثاني لحتى تعطي كل تفاصيل الطبق يلي عم نحضره. اول شيء رح نبلش نحضر هلا البصل. اول شيء البصل اول شيء. صحيح. واضح انه شيف عاطل بس هو شيف جيد. لا لا جيد جدا انت شادي. هلا بس حتى يحمل زيت شوي صغيره رح نضيف البصل المفروم الناعم. بس يبلش يدبل البصل رح نضيف اللحمه، نرجع بس اللحمه تاخذ لون منضيف الاسبانغ وبنترك الاسبانغ حتى ياخذ اللحمه والبصل. شايف هذا طبق على سفره رمضانيه يعتبر انتري، يعني باي مرحله لازم مزبوط يتنزل. اكيد بعدين انتريات، لانه اول شيء بتعرف بدنا نبلش بالشوربات والفتوش وهالاشياء تحت تلين المعده، بعدين نبلش بالانتريات. على كل حال مشاهدينا كمان شيف بدي ذكرك كمان لكل الاشخاص اللي بحبوا يتابعوك كمان فيهم يحضروا فيهم يتابعوا معنا المسابقه الرمضانيه اللي رح نترافق فيها كل يوم ابتداء من الساعه 11. اليوم السؤال اللي عم نترافق فيه فيكم تبعتوا اس ام اس S1 او S2 على 10-13. سؤال هو كم هو عدد سور القران؟ S1 114 أو S2 113. الجواب كتير سهل صحيح لحتى نفسح مجال لأكثر عدد من الأشخاص حتى يشاركوا، وإذا جاوبتوا صح بتفوتوا معنا حتى نتصل فيكن، وهون بتبدأ اللعبة وببلش الجد فيكن. أو تحذروا أغنية أو تجاوبوا عن سؤال وتفوتوا بسحب قرعة بخولكن تربحوا جوائز قيمة بختام كل حلقة. شايف شو أول خطوة؟ فإذا هلأ البصل بلش يدبل رح نضيف اللحمة، رح خليك أنت شادي تساعدني شوي فيهم. كنت أنا بلشت حضير عجينة الكريب لأنه بدنا نريحها شوي صغيرة قبل ما نبلش نخبزها. فإذا مثل ما قلت أنه نحن بحاجة لثلاثة بيض. ثلاث بيضات كاملين شيف؟ إيه مزبوط. صفار وبياض من قريب الزبالة. بيض عدد ثلاثة، بنضيف لهم الملح والفانيل وبنخفقهم. بدنا نرجع نضيف للبيض الطحين تدريجياً. نرجع منضيف الحليب كمان تدريجيا حتى ما يكتلوا معنا. في عنا مشكلة على طول بعجينة الكريب انه بتكتل مع الاشخاص، فهون حتى ما تكتل المفروض نمشي فيها بهي الطريقة. ولا هيدا فانيل ملعقة صغيرة تقريبا وملح. ما رح ضيف سكر هون لانه هو طبق مالح. صحيح. فاذا عم نحضر الكريب حلو ساعتها بنضيف له ملعقة سكر. فإذا نخفق البيض بلشت اللحمة. لحمة
لحمة بس تبلش تاخذ لون من كل الميلات، ساعتها بنضيف البهارات والسبانخ. بلشت تاخذ لون من كم ميلة؟ اوكي، هنضل نقلبهم. فوالا، فإذا أنا رح أزيح هلا شوي السبانخ بس لحتى يبين على المشاهدين كيف رح أمشي بالبرنسيب. فإذا هيدا البيض خفقناه، بضيف الطحين شوي شوي ومش الكمية كلها سوا. فوالا. هون في تريك صغيرة شايف لما حتى يكبتلو أو العجينة هيك هي مثل ما عم بشتغل فيهم أنا بمشي فيها تدريجيا، يعني ما بحط الطحين فرد مرة ولا بحط الحليب فرد مرة، بمشي فيهم ستيب باي ستيب حتى المزيج ياخد بعضه شوي شوي. نعم. هلا أوقات بتكتل معنا، ساعتها بنضطر إنه نصفيها بالشينوا أو بالمصفاية الرفيعة، بس حتى ما نوقع بهالمشكلة نمشي فيها ستيب باي ستيب مثل ما أنا عم بشتغل. فإذا هلا رح أوقف طحين، رح ضيف شوية حليب ورح ضيف الملعقتين من الزيت النباتي. نعم. وكمان منكمل خفق. فوالا، هلا رح ضيف باقي الطحين. اكيد شيف بدي اذكر هون المشاهدين انه من غذاء الجسد لغذاء الروح بعد شوي رح نكون مع سماحه الشيخ دكتور هشام خليفه لحتى كمان ناخذ زواده ببدايه هالشهر. كمان مشاهدينا بدي اذكركم بالاس ام اس على 10-13 تجاوبوا عن السؤال الاول يلي عم بمر عبر تلفزيون لبنان، وكمان رح تشوفوه هلا تباعا خلال الحلقه كم هو عدد سور القران S1 114 او S2 113. جوابي كثير سهل، جاوبوا وابعثوا اس ام اس لحتى نرجع نتصل فيكم ابتداء من الساعه 11 وتشاركوا معنا باللعبه، وممكن يكون حظكم حلو وتربحوا معنا جوائز قيمه خلال هالشهر الكريم. فوالا، انا شادي بهالوقت خلصت العجينة الكريب، بتخيل اللحمة كمان بعد بدها يلا رح هلأ ملح وبهر. فإذا بالنسبة للحمة نحن بحاجة لبهار حلو ولا ما رح كتير كتير. أوكي. شوي صغيرة بهار أبيض لأنه بدي أرجع كمان أحط بقلب الصوص، فكمان ما بدي كتير. أوكي. وهلأ رح ضيف السبانخ على اللحمة. نعم. هلأ السبانخ بنشوفه نحن كتير كتار بلشوا يكبوا ميتهم بيدبلوا وبيكبوا مي كمان بقلب اللحمه. هيدي الحشوه مفروض تكون ناشفه لانه بعد شوي بدي اخلطها مع الصوص بشاميل. Alright. اوكي، فما المفروض تكون فيها كميه مي كثير كبيره. يعني هيدي المرحله الاولى شيف؟ هيدي المرحله الاولى صحيح. هلا هون بالنسبه للعجينه فوالا يا حي ابدا ما كتلت معنا. عجينة الكريب صارت ريدي، مفروض ريحها شوي صغيرة قبل ما بلش اشتغل فيها. أوكي. أكيد فينا نشتغلها إذا عنا الكرامبوز بالبيت نقدر نعمل عليها، أو بالمقلية حيلا مقلي نقدر نشتغل فيها، بس أكيد بدها تكون المقلي ضد الالتصاق. أوكي. أوكي، لكن شايف رح نرجع معك تباعا خلال الحلقة لحتى نتابع هالطبق كريب بسبانغ واللحمة لحتى نشوف كيف رح يخلص هالطبق ليكون جاهز لسفرة رمضانية لعشية عنا. مشاهدينا انتو حضروا الانجريدينتس من هلأ لوقتها بنرجع نلتقى بالشيف نادين أسيس، انما هلأ رح نتوقف مع الصحة وهنا لحتى نشوف فوائد المي، المي اللي هي أساس بنظامنا الغذائي وضروري نحافظ عليها كمان خلال الشهر الكريم لكل الصائمين. شو هي فوائدها؟ نكتشف سوا. فوائد المي للجسم. المي من العناصر المهمة جدا للحفاظ على توازن الجسم. بتشكل المي المادة الأساسية بهيكل الخلايا الضروري لحدوث الكثير من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم. بتشكل المي 60% من جسم الإنسان. المي ضرورية لحماية أنسجة الجسم مثل الدماغ والنخاع الشوكي. المي ضرورية للحفاظ على توازن الأملاح داخل الجسم. المي بتدخل بتركيب أعضاء وأنسجة مهمة داخل الجسم مثل الدم الضروري لنقل الأكسجين والعناصر الغذائية وللتخلص من الفضلات. المي مهمة جداً لحواسنا الخمسة، فالموجات السمعية تنتقل من خلال السائل الموجود داخل الأذن، والسائل داخل العين ضروري لإنعكاس الضوء لرؤية جيدة. وروائح الأطعمة يجب أن تختلط وتذوب بالماء حتى تكتمل حاسة الشم والتذوق.
المي ضرورية لامتصاص الكثير من العناصر الغذائية ولعملية الهضم، كما وبتخلص الكلى من الرواسب والرمل. والمي أيضاً بتعوض ما يفقده الجسم من تلك السوائل اللي بتخرج بالبول، العرق، البراز ورطوبة الزفير. شو هي كمية المي اللي يجب شربها يومياً؟ كمية المي تعتمد على العمر، الوزن، النشاط البدني، فكلما زادت الحركة والجهد المبذول يومياً ازدادت كمية المي الواجب الحصول عليها. ولكن بشكل عام نحتاج ما بين 5 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، وخاصة فترة الحر وارتفاع درجات الحرارة. وخلال شهر رمضان الكريم يجب الانتباه على الحصول على هالكمية ابتداء من وجبة الإفطار حتى السحور، وضروري التركيز على تناول هالكمية من الماء بالنسبة للصائم بجرعات قليلة كي لا يشعر بالشبع، وحتى ما يأثر هيدا الشيء على كمية الأغذية لضروري تناولها، لأن هناك بعض الأشخاص خلال فترة الصيام بيتناولوا كميات كبيرة من الماء والعصائر على حساب تناولهم الأطعمة، هالشي بيأثر على نظامهم الغذائي، فالمطلوب الاعتدال بكل شيء. أي متى لازم نشرب الماء؟ نتناول كوب من الماء قبل ساعة من كل وجبة وبعد ساعتين من الوجبة، ويجب تجنب شرب الماء أثناء الأكل. هناك أيضا أهمية لشرب الماء قبل النوم، وهناك أهمية كبرى لشرب الماء عند الاستيقاظ من النوم. ويجب أيضا شرب المياه بعد القيام بمجهود كالرياضة أو المشي، ولكن بتدرج وبهدوء وبعد أخذ قسط من الراحة. أثناء الرضاعة أيضا ضروري شرب المياه لإدرار اللبن، وهالشي بيعوض السوائل بجسم الأم. وأثناء فترة الحمل ضروري التنبه لشرب المياه بالكمية المطلوبة للجسم. صحة وهنا. عن جديد مشاهدينا بدي صبحكم بالخير لليوم، طبعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ومرة جديدة أيضا بدي أتمنى صيام مبارك لكل الصائمين مع بداية الشهر الفضيل. نحن وياكم رح نترافق بمجموعة من الفقرات المتخصصة لشهر رمضان الكريم، وبدايتها حوار بيخدنا إلى الجذور، إلى صلب الإيمان وإلى صلب الأخلاقيات الرمضانية. بسرني بأول لقاء حواري لليوم نستضيف الشيخ الدكتور هشام خليفة، وهو المدير العام السابق للأوقاف الإسلامية بلبنان. صباح الخير فضيلتك، رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. عام بخير. أهلا وسهلا فيك المشاهدين والمشاهدات. شكرا لك، يعني دايما تعودنا عليك بكل رمضان إطلالات مميزة خلال الشهر الفضيل. أهلا وسهلا فيك. بداية فضيلتك، إذا بدي بلش من مفهوم الصوم تحديدا، الصوم هو فريضة إذا صح التعبير فرضتها كل الأديان السماوية. يعني اليوم نشوف عند المسيحية في صيام، عند اليهودية في صيام، وأيضا عند الديانة الإسلامية أيضا في صيام. شو اللي بيميز الصوم عند الإسلام؟ شو بيميز الصوم خلال شهر رمضان الكريم عن باقي الصيامات اللي منشوفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم من مفهوم اللغوي نفهم البعد المراد منه، لأنه حقيقة يعني لا جدال فيها، ليس المقصود من أمر الله لسيدنا عيسى المسيح ولسيدنا موسى ولسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولكل الأنبياء أنه يجوع ويعطش، ولا لأتباعهم. نعم. الجوع والعطش هو حالة يتحقق بوجودها المراد. نعم. يعني في هدف أبعد من لا أنه نجوع ونعطش. هذا الهدف لا يتحقق إلا بالجوع والعطش لمرحلة محددة. نعم. فإذا اللغة العربية توضح المعنى، الصوم هو الإمساك. نعم. يعني السيدة مريم عليها سلام الله عندما حملت سيدنا عيسى المسيح واجه الأمر أنه ما تحكي، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأمسكت عن الكلام، فهو الإمساك. نعم. طيب، هل فقط في الإسلام، وأنا أظن في كل الرسالات السماوية، هو الإمساك فقط عن الأكل والشرب؟ لا أبدا. ليه؟ لما ربنا عز وجل في القرآن الكريم حدد بكل وضوح، ولكن الناس يعني يقرؤونها في القرآن ككلمة. نعم. في مضمون آية كلمات. نعم. مش أنه هي الهدف. شو عم تحكي عن أي آية تحديدا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، مثل ما تفضل السجون، أنه مش فقط على المسلمين، على الجميع. نعم.
على الذين من قبل لعلكم تتقون. نعم. فكلمة لعل في القرآن الكريم مش للتعليل أبدا، أبدا هي للتحقق، أي صحيح. ليتحقق فيكم التقوى. طيب مفهوم التقوى عند عامة الناس مفهوم خاطئ، إذا فهمناه على حقيقته فهمنا المراد من الصوم. نعم. التقوى يعني بفكرها البعض هو إنسان منكسر مطقطق الرأس سلبي دائما في حياته أبداً. لا، التقوى هي قيم، هي مجموعة أخلاق. التقوى أني أحتمي، هي التقوى الوقاية. نعم. التقى الأمر الفلاني. نعم. أي أتقي من هذا الشيء، بدي أتقي من غضب الله، من ما يعني لا يجعلني قريب من الله عز وجل. وبالتالي هذا منهج، يوم أنا لما بأذي مسلم أنا عم بتقرب من الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام واضح تماما بعد أن شرع لنا الصيام وقال هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر حتى الغروب. طيب هو نفسه رجع لك بعد شوي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. نعم. ويقول آخر، يعني في حديث آخر وفي تحذير خطير والله حقيقة، يعني أنا بتمنى على كل صائم اليوم يبحث عن هذه القضية اللي عم نتناساها. طيب اليوم أنا صايم وعطول بغضب منك، وغضبي قد يدفعني للتوتر والانفعال. نعم. والإساءة وللشتيمة وللانتقام طيب هذا ما نصوم، مش هذا المطلوب. ولذلك يقول اللي بيعمل هذا المنهج الغير أخلاقي في رمضان، طبعا مفروض المسلم بغير رمضان وبرمضان. نعم. يكون صادق، يكون أمين. نعم. يكون عنصر خير في ولكن في عوضي لنرجع على ألوم نرجع نعيشهم. نعم. ولكن رمضان يا سيدي مرحلة تدريبية. صحيح. مرحلة تنشيطية بتساعد أكثر، يعني الجو بيستهد. العام برمضان بيساعد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طيب وين الأجر؟ وين الثواب؟ وين ما يرده الصوم على الإنسان؟ الصوم يا سيد جو حقيقة ثبت علميا، ولا ما عملوا كل القديسين وكل الأولياء. نعم. وكل العباد. صحيح. ما قربوا إلى الله إلا بالصوم. صحيح. الصوم يعود على العقل، بيريح العقل، بيريح القلب، بيريح النفس، بيزكي الروح، بيحسن الجسم. يعني إنسان لم يصب بمرض إذا واظب على الصوم من فترة طويلة بيأمن له حماية، إلا إذا رجع يعني ما ضبط نظام. نعم. أكله وكذا. نعم. فإذن فضيلتك كنت عم بتقلي أنه الصوم عن كل ما يفطر النفس. نعم. شو هي الأمور اللي بتخلنا نفطر يعني خلال شهر رمضان الكريم؟ يعني نحن إذا بدك الأمور الشائعة والأمور اللي بنعرفها أنه الصوم ببلش من يعني من الفجر للمغرب تحديدا، ونصوم على الأكل والشرب لما نشرب أو ناكل بنكون. نعم. فطرنا. هذا الشيء اللي إذا صح التعبير متعارف عليه بالمجتمع. صح. ولكن شو هي الأمور الفعلية اللي بتخلينا نفطر خلال صيامنا؟ المفطرات كما قال العلماء في مفطرات حسية وفي مفطرات مخفية باطنية. يعني الحسية هي المجامعة في نهار رمضان، بالليل بيجوز بالنهار ما بيجوز. نعم. يعني خلال وقت الصوم، وقت الصوم الأكل والشرب طبعا، ومتفرعات الأكل والشرب، يعني كل ما يدخل إلى الجوف كل شيء بفوت على الجوف بيفطر. نعم. وبعدين العلماء استفادوا بعملية الأشياء الخارجية يعني كالإبر وغيرها أجازوا إذا لم يكن في مواد تغذية. نعم. فالقسم الباطني اللي أو المخبى، لأنه مخبى الناس ما بتعطي أهمية. بس مثلا ورد بخبر صحيح أن الغيبة تفطر الصائم. طب هذا أمر بعيد عليك والشرب. المقصود يا سيدي الأمور المفطرة الظاهرية تبطل الصوم جسدا وروحا، يعني بدك ترجع تعيده بعدين. الأمور الباطنية تبطل الصوم روحا، يعني أوكي. بضل الجسد قائم أنت. نعم. صايم بالظاهر، ولكن أنت بالروح غير صايم، ما في لا لك ثواب ولا لك أجر. بالعكس يعني راح الهدف الأساسي تبع الصوم، راح كل شيء. بل أن الصوم مفروض 30 يوم أساس جو. نعم. واحد عم يصوم 30 يوم لازم يطلع بعد 30 يوم كأنه ملك من الملائكة. يفترض هيك. صحيح. يفترض شفاف راي أخلاقه تحسنت. نعم. فإذا يعني ما طلع هيك، بس كمان يعني أوقات اليوم تعرف الحياة صعبة، يعني لنكون واقعيين فضيلتك بين المثاليات وبين الأرض الواقع. يعني اليوم حدا بده يظهر على شغله بكير. نعم. صائم
وهلا بعد عجقة سير. عجقة سير. نعم. شوب. واحد كسر عليه. بتعرف يعني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية عند اللبناني ما بتساعده إنه يكون لا رايق ولا مرتاح. لنكون واقعيين. طب اليوم هذا الشخص كيف يعني كيف بيقدر يحافظ على عدم توتره إذا صح التعبير طيلة هذا النهار؟ هن رجلين يعني نوعين من يفترض بالصائم يكون أحد نوعين، إما أصلاً يضبط صب يعني يصبر ويتحمل. نعم. أصلاً يعني وهذا طبعاً لا شك. نعم. أقوى ودرجولي يعني، لذلك سيدنا النبي محمد عليه السلام شو سماه لرمضان؟ قال وهو شهر الصبر. نعم. الصبر والصبر ثواب الجنة، بدك تصبر على كل شيء. لذلك وقال بحديث ثاني، قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. طلع يعني ما تنزل معه، رجع خلي الصوم تتذكر أنك صائم اللي أنا حكيت عنه بالأول. صحيح. تذكر هذه القيام اضبط حالك. فأنا في النوع الأول يبادر بالضبط ولا شك بده صبر، وهذا نوع كويس يعني. نعم. وهذا تمرين بعتقد، هو تمرين بنتمرن عليه يعني نعتاد التاني على الصبر. الثاني هو التمرين يعني. الأول هو نعم عنده استعداد، قدراته الإيمانية الحمد لله هذا بيصبر من الأول بيتحمل. نعم. بالعكس بتسأله بيبتسم بوجهك. صحيح. فيها النوعية موجودين. نعم. وحتى بلبنان رغم كل المآسي والألم في ناس صحيح. بعد هيك. صحيح. النوع الثاني أو الحل الثاني اللي لا يطلب أقل منه من الصائم. مش ممكن أقل من هيك، لا حقك تنفعل. الإنسان بالنهاية مجموعة مشاعر، ولكن لا تتمادى بانفعالك. عطول اضبط بعد الانفعال، أكيد لحظة من لحظات رديت فعل فرجع استسمح ممن هذا، وإذا ما استسمحت خلي حجم الانفعال محدود جدا ما تتطور فيه. تماما. فإذا هذا تدريب لحتوصل لمرحلة أن تكون بدءا أنت قادر أن تكون ضابط لمنهجك. نعم. وأخلاقياتك في رمضان. فحقيقة هذا الشهر الكريم نحن ندعو جميع المسلمين أن يعودوا للوعي الحقيقي لمعنى الصوم اللي هو تزكية القلب والروح والبدن والعقل. الصوم فيه وقاية من الجهل، لأن تقرأ القرآن والقرآن علم. صحيح. فيه وقاية من البخل، لأنه برمضان انفاق في زكاة. نعم. انفاق أطعام مسكين وفطر صائم. برمضان فيه وقاية من سوء الأخلاق. لما أنا بقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له. نعم. من صوم إلا الجوع والعطش، أنا جاي جوع وأعطش بس برمضان؟ مش عم بعمل رجيم أنا؟ وعبادي طاعة. فإذا لأحقق النتيجة من الطاعة بتذكر هذا الحديث بضبط أنه فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. صبر يتحل بهذه الأخلاق ويفهم أن الإسلام رسالة حقيقة، هو جاء لمصلحة الإنسان، لأمنه، لسلامه، لخدمته، لراحته، وكل شيء آخر يعني الحرب، القتال، هذه عملية جراحية لا يلجأ إليها الطبيب إلا بعد أن يستنفذ كل وسائل العلاج. نعم. الأخرى. أما بدءا أنا بأقتنع الإسلام بدي أنا يعني يكون عنفي وكذا، هذا خطأ ومفهوم خاطئ لروح الإسلام ولشهر رمضان. صحيح. بالذات. نعم. فضيلتك بنسمع كتير يعني خلال الشهر الكريم عن صوم الجوارح تحديدا. ما المقصود يعني، شو القصد بهذه العبارة؟ صحيح. هذا اللي يعني حضرتك هلأ اختصرت كل شيء عم بقوله. نعم. يعني اليوم أيضا بس لنكون يعني نعطي إشياء ملموسة يعني طبعا يعني اللي نروح إلى الأمور الملموسة. صحيح. الجوارح هي العين، الأذن، اللسان، اليدين، القدمين، يعني حفظ. بدي صوم حتى ما قلنا ستة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما. نعم. فلن أكلم اليوم إنسية، فهي ضبطت لسانها. نعم. صام اللسان، أمسكت عن الكلام، عن الكلام لأنه معجزي كيف تحكي، فخلته هو يحكي. سيدنا عيسى ابن أيام حكي. ومن هون بده يحفظ بصره أكثر، لا ينظر إلى ما حرم الله، إلى ما يثير الشهوة. أنت صايم بدك شيء يساعدك تهدى ماشي تولع. حفظ الأذن، ما تسمع غيبة، الكذب، الإشاعات. اللسان، ما تكذب، ما تبالغ، ما تردد الإشاعات. وبالتالي حفظ كل الأعضاء بما فيها الفرج، بما فيها العقل، التفكر بالعلويات مش بالسفليات، حتى فعلا تكون رمضاني. وأنا بتمنى نكون أكثر من هيك يعني. بعد 30 يوم في ناس رمضانيين بيستمروا باللي هذا ما مطلوب باللي بلشوا فيه. في ناس ربانيين
لأنه اللي أمرنا برمضان أمرنا بشوال وبعده بتشرين وبكانون، فإما أن نكون فقط رمضانيين إلنا حق نفرح برمضان ونهتم فيه زيادة. صحيح. بس خلص سكرنا الصلاة والصوم والزكاة وأعمال الخير وهالكلام عم بحكي عن الصبر والأخلاق، لا، هذه رسالة أن نستمر نتعود من رمضان مرحلة تدريبية، بفوت هالجندي على دورة تدريبية بيطلع بشريطة. أنت ربنا بديك تطلع بنجمة بعد رمضان، ما تطلع معاقب. في ناس تفوت على الدورات بيطلع معاقبين. نعم. وبالتالي هذه دورة عليك أن تنجح، تطلع بنجمة أو أكثر، وإذا ما أحسنت يمكن يخسروك النجمة الأولانية كمان. لهالدرجة يعني. وبيطردوك من الدورة. فإذا نعم، رمضان مرحلة لإعادة صقل الروح وتنشيط الإيمان والصلة مع الله عز وجل من خلال حسن الصلة مع البشر. تماما فضيلتك، يعني وكأنه هيك نحن اليوم عم نفتح مدخل إلى عالم رمضان، إلى عالم هذا الشهر الفضيل، والمدخل واسع جدا يعني لأهمية هذا الشهر، ونظرا لكل الأخلاقيات الكثيرة المتوفرة بهذا الشهر، نظرا لكثير من القيم اللي بنرجع نتذكرها بهذا الشهر. في جملة أنا محببة عندي، يعني نسمع دايما شهر رمضان هو شهر الصيام، الجملة اللي بحبها أكثر أنا شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم. صحيح. خبرنا أكثر عن الموضوع. اولا يعني سبب الاساسي هو في عده معاني، لانه شهر القران اولا نزل فيه القران، لان القران نحن نعتقد انه هو كلام الله عز وجل اوحاه الى جبريل عليه السلام، نزل جبريل دفعه واحده الى السماء الدنيا. نعم. ومن السماء الدنيا صار ينزل ايه ايه او سوره سوره حسب الوقائع. نعم. على مدى 23 سنه نزل منجما يعني مفرقا. صحيح. اول مره بينزل كان برمضان، برمضان وحده. اول سوره نزلت كانت اول ايات او اول سوره نزلت بشهر رمضان، واللي هي ان اعطيناك الكوثر، في روايه اقرا، اقرا الاصح اقرا، نعم، باسم ربك الذي خلق. وبعد ذلك صار ينزل بليله القدر مع سيدنا جبريل، وصار ياتي سيدنا جبرائيل عليه السلام يدارس النبي القران في رمضان أكثر من غير أيام. يعني يهتم فيه أكثر، وباعتبار أنه هذه الخاصية هي لرمضان، فإذا هي إشارة لأنه أن نهتم به أكثر تلاوة وقرآنا وتعلما وتطبيقا. يعني مرة أحد الصالحين قال له أنت تقرأ يا أيها الذين آمنوا مثلا افعلوا الخير، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم. اللي ما بتعمل هيك منك مؤمن، ما عم يخاطبك. ما هذا الخطاب لإلك، لإلك متوجه، لإلك فيه يا الذين آمنوا، ما أنا منهم وأنت يعني. فإذا عليك أن تنفذ ما في القرآن من تعليمات ومن توجيهات. هذا الشهر اللي بتفرغ له المؤمن بيقرأ فيه طبعا القرآن، ونحن مع أنه الإنسان يرجو الثواب بأن يكثر ويسرع بالقراءة، لا يعمل بيقول لك عملت ختمتين وثلاثة وأربعة. الله يجزيهم الخير، لكن لسنا مع هذا التوجه. ختمة واحدة بوعي وإدراك. نعم. كان الصحابي من صحابة رسول الله يحفظ آية يرددها طول الليل ولا ينتقل منها لآية أخرى إلا بعد أن يعيش معنى الآية ويطبق. نعم. الآية ويفهم. نعم. الآية. الأهم أنه نفهم شو عم نقرأ ونطبق شو عم نقرأ، وبعدين ننتقل لمرحلة تانية. خلنا كل مرحلة بمرحلة. فضيلتك من شوي طرقت لموضوع الإسلام، الدين اللي بيدعي للخير وللسلام، ولأنه العنف هو أبغض الحلال، يعني إذا صح التعبير، يعني أبغض يعني ومرفوض. نعم. مثل ما ذكرت قلت يعني الطبيب ما بيلجأ إلى العملية الجراحية إلا إذا سكرت كل الأمور بوجهه. اليوم نحن مع شهر رمضان الكريم، هذا الشهر اللي بيذكرنا بالمعاني الأساسية للإسلام، وبالمشهد اللي عم نعيشه بالمنطقة ككل، يعني بالمشهد اللي تشوه فيه صورة الإسلام من خلال بعض المظاهر اللي يمكن لا تموت للإسلام بأي صلة، ولكن تدعي الإسلام وتشوه الإسلام. قديش نحن بحاجة كمان لوقفة مع ذاتنا، لوقفة لحتى يمكن كل مسلم ينتفض أولا على الواقع اللي عم نعيشه بهذا الإطار. أولا تاريخ الإسلام، يعني لا شك في حروب. أولا الحروب تكون مع الأعداء، وإن حدثت إشكالات أحيانا طبيعية البشر، ولكن المبادئ هي التي تدل على نفسها. يعني أنا بعرف اليوم القاضي بس تقر أنت بجملة خلاص بخدها، أكبر دليل على فعلك إقرارك.
تمام. هذا واضح بالقضاء وبالشرع. طيب خلينا نشوف الإسلام شو بيقول. أنا عم قرع عن حالي أنا مين؟ صحيح. أحد الأعراب لما قرأ الفاتحة، الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم، قال له والله حلو هذا الرب، إذا بلش كلامه ورحيم. بالرحمن بالرحمين فآمن. هذا المنطق اللي هو الإسلام والدين، ولكن لأنه دين بشري نعم وضع بعد الأسس الأساسية وضع الحالات الدفاعية كأي حق في الأرض مثل أي دولة اليوم. كل الدول مقرة على وجود قوة تدفع الشر وتدفع الظلم والعدوان، هذا موجود في الإسلام، ولكن أصله يا سيدي هو قائم على نشر المحبة والسلام. اسم الله السلام، الجنة سماها دار السلام، طب كان سماها اسم تاني نعيم، اسمها النعيم ولكن من أسمائها دار السلام. تحيتنا نحن اللي منفتخر بنقولها السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنت بأمان مني بكلك بولادك ببيتك بحياتك. الذي يحدث اليوم حقيقة هو ما له غير مفهوم من مفهومين، إما جهل، وهذا ممكن جهل حقيقي بحقيقة الإسلام، تعلموا خطأ واستقوا معلوماتهم هؤلاء الجماعات المتطرفة. في رأيك هيك أنه في جهل وفي تعلم خطأ؟ هذا جزء ما عملك، هذا جزء فيه هيك، في ممكن واحد في البعض يمكن يقع في الجهل عن غير دراية، وفي القسم الآخر هم يعني يحملون أجندة لأعداء الأمة، وبالتالي باعتبار أن الدين مؤثر بالشعوب والدين له دور كبير على عواطف الناس، وجربوا أنه من خلال الدين يوصلوا للضحك على عقول هؤلاء الشباب الغيارة البعض منهم والمنفعلين، شاب عصبي نار طاقة. صحيح. ففي قوم جهلي وفي قوم منهم عملاء يخدمون أعداء الدين، لأنهم حقيقة اليوم الإسلام كان عم ينتشر في أوروبا، انتقل من حالة الانتشار وصار يقولوا هو الدين الثاني بأوروبا عم ينتشر، كان عفوا الأوروبي لا بيحتاج مصاري، نحن رايحين لعنده ناخد مصاري تماما، ولا بحتاج، ما خايف منك، الشرطة بتحميه، تمنع الرجال يشوف مرته على مدة 100 متر ما عارف قد حماية. فإذا عم يقتنعوا بالإسلام ويدخلوا بالإسلام عن قناعة، انتقل من حالة القناعة والإقبال إلى بسموها الفوبيا، صار في خوف. صحيح. من هذا الدين. طيب من أين أتى هذا الخوف؟ من تصرفات هؤلاء، القسم اللي هو جهلة وهم أقل أظن الجهلة، والباقي لا شك عملاء يخدمون أعداء الأمة أعداء الدين أعداء الأوطان باسم الدين، فهذا مرفوض. الإسلام كان رحيم بكل شيء، من شوي حضرتك قلت العنف جملة هيك، قلت لك لا ليه؟ لأنه مثلا عنا مش حلال ذبح الخروف، مش حلال. طب سيدنا نبي محمد شو قال؟ أريح الذبيحة ولا تروها السكين، ما ترجوها السكين. نعم. لهالدرجة في رحمة، لهالدرجة في رحمة، يعني عسى أنه فكيف الإنسان يعني. نعم. إذا بدك نغوص بهذه الرحمة ونجرف منها كمان لحتى نكون نحن كمان رحماء، لأنه الدعوة بعتقد لنكون على عم نتمثل بمن يعني برحمة رب العالمين، عم نتمثل بالرحمة اللي مفروض يمكن هيك تظلل كل حياتنا، لأنه التعامل بالرحمة بيخلي الحياة أفضل، بعتقد بيخلي الحياة أجمل بكتير من المحلات. يمكن مع بداية هذا الشهر الكريم ما فينا إلا ما ندعي لكل المظلومين، لكل الأسرى أيضا، لكل المفقودين، هيك ربنا يعجل أيضا فرجهم، يحمي ربنا لبنان بشهر رمضان وغير أشهر من المؤامرات اللي عم نسمع عنها، وهالعصابات اللي جاية أرادت بنا شرا، ضرب وحدتنا، التعايش الإسلامي المسيحي بين المسلمين، العصبية المذهبية، هذه كلها أمراض نرجو الله أن نتخلص منها، وأن يعافي الله لبنان وسائر المنطقة من هذا البلاء القادم، حتى نعود إلى الأجواء الأولى. صحيح. أجواء الأمن والسلام والوئام والعيش الواحد المشترك. نعم فضيلتك، نحن حيكون لنا مجموعة من اللقاءات خلال الشهر الفضيل، رح نضوي على أكثر من خاصية، على أكثر من نقطة بتتعلق بشهر رمضان الكريم. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان، ومن جديد بدي أقول لك صيام مبارك لك وشهر فضيل. الشيخ الدكتور هشام خليفة المدير العام السابق للأوقاف الإسلامية بلبنان، شرفتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا بكم. شكرا.
فصل اعلاني ومن بعده نحن وياكم بنتابع فقره سانتي بينضم فيها لزميلتي بيا الدكتور برجيري لحتى برفقته نضوي على موضوع جديد. خليكم معنا عديدة. وهلا رح نروح نحن وياكم لدكتور جيلبير برجيلي اخصائي بطب مكافحه الشيخوخه والعلاج الهرموني، واليوم رح نتناول موضوع هو موضوع بهم الكثير من الاشخاص، فعلا ارتفاع ضغط الدم المفاجئ. فعلا هذا الشهر فعلا بنكون فيه نحن عم نتحضر حتى نعرف كيف ناكل وشو ناكل، من هيك نحن مع دكتور برجيلي رح نضوي اكثر على هذا الموضوع حتى نعرف شو ناكل خلال شهر رمضان المبارك وما نعاني من مشاكل صحيه، خاصه الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. مشاهدينا لحظات ومنكم سوا. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. يعني نحن خلال شهر رمضان قد ما فينا رح نجرب نساعد الاشخاص حتى يعرفوا كيف يحافظوا على صحتهم، لانه بيصوموا فترات طويله وبيرجعوا من عشيه بدهم ياكلوا، والاكل رح يكون بعض الاحيان سفره طويله عريضه يعني، ودسامه اكثر من اللازم بيكون موجود ببعض الاطعمه اللي موجوده على السفره. من هيك اليوم نحن رح نضوي على هذا الموضوع تحديدا، خاصه الاشخاص اللي بعانوا من ارتفاع بضغط الدم. ولكن بدايه ضغط الدم شو هو تعريفه؟ هلأ بالنسبة لضغط الدم كل شخص أكيد ضغطه بيكون طبيعي، بيكون الضغط 120 على 80 ماكسيموم، بيوصل لل 140 على 90، هيدا ماكسيموم إذا طبيعي. فوق ال 140 المعدل العالي وفوق ال 90 المعدل الواطي بنعد ارتفاع بضغط الدم. بهالحالة هيدي أكيد المريض لازم ينتبه على صحته، لازم ينتبه على ضغطه، يفحص ضغطه باستمرار. في احتمال أوقات يبلش دواء للضغط، لأنه أكيد ضغط الدم هي على فترة طويلة، إذا ضل المريض عنده ضغط الدم على فترة طويلة بيأثر على شرايين القلب، على شرايين الرأس، معقول يصير فيه جلطة، معقول يصير فيه ذبحة قلبية، معقول يصير فيه مشاكل بالكلى، معقول يصير فيه مشاكل، يعني كل الأعضاء الداخلية عم تتأثر بارتفاع ضغط الدم بالجسم. هون أهمية أنه نحن نعالجه وما نتركه مرتفع، لأنه يمكن ما نحس فيه. يعني يمكن واحد أوقات يروح على الصيدلية عم يفحص ضغط يطلع مثلا 15 أو 16، هون بنكون عم نحكي بضغط الدم المفاجئ، يعني نحن ما بنكون عاملين الحساب، غير ضغط الدم المزمن اللي بنعرفه. قبل ما نوصل لهيدي المرحله دكتور، في انواع لضغط الدم، عندك ضغط الدم الكبير وضغط الدم الصغير، شو هن؟ هلا في ضغط الدم الكبير هو الضغط العالي، والضغط الدم الصغير هو الضغط الواطي، عاده بيقولوا ضغط الكلى الواطي. اثنيناتهم مهمين، يمكن المريض يكون عنده مثلا ضغط العالي طبيعي بس الواطي مرتفع، يعني يمكن يكون مثلا 120 على 100 مثلا، بنعد هذا بالضغط الدم الطبيعي 120 على 8 120 على 10 ساعتها بكون عالي. يعني اذا كان العالي مرتفع ولا الواطي مرتفع اثنيناتهم معناتها ضغط الدم مرتفع، لانه لازم يكونوا اثنيناتهم بالمعدل الطبيعي. العالي 12 والواطي 8 بهالمعدل هيدا. شو اسباب ضغط الدم دكتور؟ الاسباب كثيره، عاده اكثر شيء هلا عم نشوفه بحياتنا العصريه هي السمنه، زيادة الوزن. كل كيلو بيزيده الإنسان بالوزن بيزيد ضغطه 2 ملي، يعني 10 كيلو هيدا 20 ملي زيادة عن الضغط الطبيعي، إذا 15 كيلو هيدا يعني هو أكتر شيء بيأثر ضغط المرتفع. في عوامل وراثية أكيد، الشخص اللي عنده استعداد بالعائلة في كتير أشخاص عندها ضغط دم مرتفع بكون هو احتمال يكون عنده ضغط دم مرتفع. وفي كمان الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالقلب والكوليسترول ممكن تكون ايضا مسبب لارتفاع ضغط الدم، يعني أكيد. هيدي كمان عامل وراثي ممكن ينقله الشخص معه وتؤدي لهيدا اكيد. مشان هيك بنشوف الشخص عنده عاده ضغط وكوليسترول بذات الوقت، او ضغط وسكر بذات الوقت، وكل ما يكون عنده مشاكل زياده كل ما يكون عنده مشاكل بالشرايين او استعداد يصير عنده مشاكل بالشرايين اكثر. يعني الشخص اللي عنده ضغط كوليسترول وسكر هيدا كثير الاحتمال بيكبر عنده يصير عنده انسداد بالشرايين، وإذا بيدخن كمان، يعني كل واحد منهم بنعد ريسك فاكتور، بنعد مثل عم بيعرضه للإنسان أنه يصير عنده انسداد. طيب دكتور، أعراض ضغط الدم وعلامات تشخيصه كيف نحن فينا نعرفها؟ هلا بالعادة في أوقات أشخاص ما بيكون عندهم عوارض، فجأة بيكون عم بيفحص ضغط دم وبيلاقيه مرتفع. في أشخاص بيحسوا مثلا بضغط بالراس، وجع راس، طنين بالدينام، دوخة، مشاكل بالنوم، عصبية زايدة حتى، احمرار بالوجه، يعني كلها هيدي عوارض بتخلي المريض انه يفحص ضغطه. واوقات المريض بحس انه ضغطه مرتفع بس ساعتها ببلش يفحص الضغط يوميا. نحن ما بناخذ عاده من فحص واحد، يعني اذا مره وحده طلع عالي الضغط مش معناتها خلص دغري بدنا نبلش دواء، او بنقول له للمريض يفحصه بالبيت الصبح اول ما يفيق
ويسجلنا اياه على ورقه، لان اوقات كثير المريض لما يجي كمان عند الطبيب بيكون معصب طالع الدرج كله، هيدا بياثر كمان على ارتفاع ضغط الدم. بقى مفضل انه يفحصوا الصبح اول ما يفيق الصبح على الريق، بيكون بعد ما اكل بيكون بعده يعني الصبح. دكتور، هل في اعراض صامته لارتفاع ضغط الدم يعني بدون ما نحس فيها؟ اكيد اكيد في كثير اعراض اوقات بحسها للمريض، بتكون مش بيكون مش يعني مش حاسس فيها بالمره، بيكون مثلا اوقات شو بيصير مثلا، بيكون المريض مثلا رايح مثلا عم بسوق سيارته منه حاسس بشيء، فجأة بيضربوا وجع راس، بتلمع ايده، بصير عنده تنميل بالايدين وبالاجرين، بصير كمان يحس بالعيان نفس، استفراغ، كلها هيدي اعراض يعني المريض ما بيشخصها انه ارتفاع ضغط، بس هي بتأشر مؤشر انه كمان معقول يكون في ارتفاع ضغط. مشان هيك شو ما يحس بالمريض لازم على طول يفحص ضغطه، شو ما كان عم بحس لازم يعني اتاكد انه هيدا العارض اللي عم بحسه منه ارتفاع او انخفاض بضغط الدم. ضغط الدم عند الشباب هل هو بادرة جديده ممكن نشوفها؟ لانه بنعرف كثير منيح انه الشباب دائما في عندهم ستريس وتعصيب، يعني ممكن يكون هذا الموضوع هو عامل اساسي حتى يصير في عندهم ارتفاع بضغط الدم، يعني مش بس عند كبار السن فينا نشوف هذا الموضوع. كثير عم نشوفه هلا عند صغار السن، خصوصا انه هلا السمنه صارت عم تبلش عمر صغير، والاشخاص كمان على الدخان بيرفع الضغط، الادويه كمان في كثير شباب بياخذوا مثلا او بنات بياخذوا ادويه مثلا تخسيس الوزن لتنزيل الوزن، وكلها هي بترفع الضغط، مثل الدواء اللي انسحب الريدكتيل من قبل كان يرفع الضغط، كثير من الادويه هو اللي بيرفعوا الضغط اللي بينزلوا الوزن. وفي كمان اشخاص مثلا على الضغط النفسي، الضغط النفسي المستمر بيعمل ارتفاع بالضغط، يعني يمكن مثلا واحد مره مضغوط نفسيا بيفحص ضغطه بيطلع عالي، بس كمان اذا ضلوا هالضغط مستمر على فتره شهر شهرين او سنه بصير عنده ضغط دم مرتفع مستمر على نتيجه الضغط النفسي. دكتور، بما انه حكينا عن نذكر انه موضوعنا هو كيفيه تناول الغذاء الصحيح والسليم خلال شهر رمضان المبارك، خاصه عند الاشخاص اللي بعينوا من ارتفاع بضغط الدم، شو لازم نحن نتجنب خلال شهر رمضان اذا كان عندنا هيدا المشكل بصحتنا، وشو لازم ناكل حتى نتوقع ما يزيد كمان ارتفاع ضغط الدم؟ نعم، هلا اهم شيء بشهر رمضان اللي يعني على طول بننصح المشاهدين انه لما يصير وقت الفطور ما يبلشوا كثير، بس يعني ما ياكلوا كثير سكريات، لانه هيدي المشكله اللي عم بتصير، لما عم بياكل سكر المريض اول شيء رح يرتفع السكر فجاه بالدم، بعد ساعتين رح يصير عنده هبوط بالسكر، رح يضل كل الوقت عم بياكل سكر ليصير وقت السحور، هيدي المشكله غلط، وبعدين السكر ما رح يقدر يضاين كمان لتاني نهار، لانه رح يكون السكر كثير مرتفع بوقت السحور، بعدين رح ينخفض فجأة ورح يحس بجوع كثير قوي، وما رح يمكن ما يقدر يضاين يعني بالنهارات. مشان هيك إذا بياكل البروتين هو اللي بتعطيه كالوريز يعني على فترة طويلة وما بتخليه جوع، ما يعني اللحوم والدجاج السمك الخضرة، بس ما ياكل النشويات والسكريات السريعة. طيب دكتور، في كثير من الاشخاص بيقولوا باخد حبتين تمر قبل ما افطر لانه بهذه الطريقه بكون عم بحمي معدتي، بس كمان فيها كميه سكر كثير كبيره، هون شو لازم يعمل الشخص؟ مزبوط، يعني هلا هي المشكله كل الفواكه المجففه فيها كميه سكر زياده، ليش؟ لانه عم نجففها للفواكه وعم نروح منها الالياف، ما هيدي الالياف اصلا موجوده بالفواكه لحتى تخفف من امتصاص السكر من المعده. مثلا انا بفضل كثير احسن المريض ياكل مثلا بلح من ما ياكل تمر، ليش؟ لانه البلح هي الفواكه مثل ما هي موجوده بالطبيعه منا مجففه، مش صايره كلها سكر مثل ما بتصير بالتمر. هلا اذا موضوع اخذ حبه تمر الشخص مش مشكله، بس المشكله انه شو عم بيصير بعدين، انه بلشنا بتمرتين اوكي وشو عم ناكل بعدين؟ اذا كان عم ناكل عدا عن العصير يلي موجود على الطاوله، عدا عن الحلويات يلي ايضا ممكن نختم فيها افطارنا، يعني هون بدنا ننتبه لكل هذه التفاصيل. ولكن المملحه هيدي اللي بتكون دائما حدنا، كيف ما كان بنزيد ملح على صحننا، والمخللات يلي فيها كمان نسب عاليه من الملح، هون قد لازم يبتعد عنهم ايضا الشخص اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ اكيد 100%، لانه الملح والمخللات كلها هيدي عم تزيد السوائل بالجسم، اصلا الملح يلي موجود هلا بالسوق ملح مصنع، يعني منه الملح الطبيعي يلي موجود بالطبيعه، عم بيشيلوا الملح، عم بيشيلوا الصوديوم، عم بيخلوا الصوديوم بقلب الملح، وعم بيشيلوا كل المعادن الثانيه، مشان هيك عم بيصير في لخبطه بالمعادن، وعم بيرفع ضغط الملح يلي هلا موجود بالسوق. والمخللات ذات الشيء لانه كثير فيهم املاح. بقى الموضوع المشاكل الصحيه بشهر رمضان كثير فينا نعالجها، فيها يكون هيدا الشهر
بالعكس شيء كتير جيد للمريض لحتى يقدر يسيطر على هالمشاكل الصحية. ظهر كل السموم من جسمنا يكون يمكن صيامنا هو دليل حتى نقدر فعلا نتخطى المشاكل الصحية اللي منعاني منها، مش انه نكون سبب حتى نعاني من مشاكل إضافية. مزبوط مية، يعني فينا نستعمله بطريقة جيدة وفينا يكون هالشهر، لا يعني لازم نحن نخلي هذا الشهر يكون نحن نحسن فيها أدائنا، مش يصير الأداء أسوأ. يعني إذا كنا مثلا الأكل يتحسن، الأكل يتحسن، نوعية الأكل وكمية الأكل تتحسن، مش أنه نقضيها كلها سكريات من أول ما نفطر للسحور عم ناكل سكريات ونشويات، معناتها أنه مش هيدا هو الهدف صراحه. لازم نعتمد اكثر على الماكولات الغنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والبروتينات. لان البروتين هو اللي بخلينا نقعد 12 ساعه بلا اكل، مش السكر. السكر بده يخلي السكر يلعب بجسمنا، رح يخلينا نجوع بعد ساعتين. نعم. بعد ساعتين بس من الصيام رح يجوع المريض اذا كان عم بياكل سكريات ونشويات بعد الفطور، بينما اذا اكل بروتين وخضره رح يقدر يضاين 12 ساعه وفي ضاين بعد 24 ساعه. تنظيم ضغط الدم وتقوية جهاز المناعة فينا نعتمد من خلاله على مشتقات الحليب قليل الدسم، يعني الأجبان والألبان ممكن يكون غذائنا معتمد عليها حتى فعلا نقدر نأمن المصادر اللازمة من الكالسيوم لجسمنا. الشخص اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم مسموح له ياخد حليب كامل الدسم أو مشتقات الحليب كامل الدسم، ولا الأفضل أنه ياخد مشتقات الحليب قليل الدسم؟ مظبوط. هلا بالنسبه للدسم وارتفاع ضغط الدم، الدراسات انه كلها بتقول انه اكيد الدسم الزايد بيرفع الضغط، احسن يكون في دسم قليل. بس بالنسبه للحليب بالتحديد نحن ما بننصح انه المريض كتير يشرب حليب او مشتقات. نحن عم نحكي عن مشتقات الحليب، الحليب افضل لا؟ الحليب افضل لا، لانه بيعمل نفخه. والنفخه اوقات هي بترفع ضغط الدم. مشتقات الحليب اكيد اهين هضمه، بس الحليب بحد ذاته كتير صعب الهضم. واذا بتسال العالم ما في حدا بيشرب حليب يعني بعد سن معين اكيد، الا ما عم بيصير عنده نفخه وغازات ومشاكل بالكولون والى ما هنالك. مشان هيك بنفضل يا مشتقات الحليب يا البروتين الحيواني، لحم، سمك، دجاج. هالبروتين هيدا يلي هين الهضم ويلي صراحه في كمان كالسيوم. ما بدنا بس نركز على الحليب ومشتقاته انه هيدي فيها كالسيوم، يعني في كتير اشخاص ما بيشربوا حليب ولا بياكلوا مشتقات الحليب والكالسيوم بجسمهم طبيعي. ليش؟ لانه الخضره فيها كالسيوم، الماكولات البحريه كلها فيها كالسيوم، ما بدنا نضل مركزين على الحليب. نعم. ومشتقاته. نعم. بديل النشويات هو الحبوب الغنيه بالالياف والحبوب الكامله، وايضا هي مصدر للمغنيسيوم وبتساعد حتى الجسم يقدر يقوي حاله بحاله. فكيف فينا نحن نقنع الشخص اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم انه يبتعد شوي عن النشويات، يعني مثل الرز، مثل الخبز اللي غني بالنشويات، حتى يعتمد شوي شوي على بديل غذائي ممكن يفيده؟ نحن على طول بنجرب نقنع المريض انه هيدا كله مصنع، يعني الخبز الابيض مثل كانه عم تاكل شوكولا، مثل كانه عم تاكل شيء، مثل عم تاكل بذورات، يعني مصنع بشكل كثير شايلين منه كل هالمواد هيدي الالياف يلي بتساعد الجهاز الهضمي وبتساعد انه ما يصير فيه امساك. بقى على طول نحن بننصح الشخص انه ياكل، يا مثلا اذا بده اذا اضطر ياكل نشويات مثلا ياكل الرز الاسمر. الرز الاسمر يلي ما بيخلي السكر يلعب بالدم، بيخلي السكر ثابت اكثر، امتصاصه مش سريع مثل السكر الابيض. او اذا بده ياكل الخبز مثلا خبز الشوفان او القمحه كامله. ليش؟ لانه هي كمان ما بتخلي السكر يلعب بالدم بطريقه بتعلي له ضغطه او بتلعب بالسكر، او اذا عنده سكري مع الضغط كمان بتكون كثير بتاثر على السكر بالدم. كثير من الاشخاص من بعد ما ينهوا افطارهم بحبوا ياخذوا كاسه شاي او فنجان قهوه، وخاصه من عشيه. قد ايه هيدا الموضوع ايضا ممكن يكون عم بيساعد حتى نفقد الكالسيوم من جسمنا، وخاصه انه القهوه والشاي بيساعدوا على ادرار البول، وبنفس الوقت بيحرموا الجسم من الفيتامينات اللازمه وبينقص الكالسيوم من جسم الانسان. اكيد 100%. يعني الشخص الصايم يعني بالنهايه بده يحافظ على السوائل بجسمه، هيدا اهم شيء، هيدا الرقم واحد اللي لازم يعمله، يجرب يحافظ على السوائل. والشاي والقهوه مثل ما حضرتك قلتي انه بيدروا البول، بيطلعوا السوائل من الجسم، مش بس السوائل، بيطلعوا الفيتامينات والمعادن بالاضافه للسوائل. نعم. وهيدا الشخص يلي عم بيصوم هو بحاجه لهالماء، بحاجه ماسه لهالفيتامينات والمعادن انه تبقى بجسمه، لانه عم بيصوم عم بيبقى اكثر من 12 ساعه بلا اكل، يعني عم بحاجة انه يحافظ على السوائل بجسمه والمعادن والفيتامينات بجسمه. مشان هيك شغلة كتير مش ما بننصح فيها تناول القهوة او الشاي، بننصح مثلا بالبيبونج، الزهورات، الاعشاب الطبيعية، بس مش الاعشاب يلي فيها كافيين.
الاكثار من تناول المثلجات والمياه الغازيه قد ايه ممكن يكون ايضا سبب؟ كمان لانه كمان المياه المشروبات الغازيه فيه كافيين وكمان بتعمل اضرار بالبول وبتروح المعادن من الجسم. يعني كل هيدي صراحه لازم ننتبه منها وما نتناول منها بكميات كتير كبيره. يمكن اذا طلع على بالنا كبايه سافا بنقطعها، بس مش انه ما فينا ناكل او نبلع الاكل بلا ما ناخذ معهم كبايه بيبسي او عملنا دعايه هلا مشروبات غازيه. على كل حال دكتور، في عندنا نوعين من ارتفاع الضغط بالدم، عندنا ارتفاع الضغط المزمن وارتفاع ضغط الدم المفاجئ. نعم. فكيف لازم نتوقع من هيدي النقطة، وكيف لازم نعرف أنه نحن عم نعاني من ارتفاع ضغط مفاجئ، خاصة أنه لما نسمع مفاجئ يعني فجأة صار الواحد عنده ارتفاع بالضغط وما كان متوقع هيدا الشيء وما كان عامل حساب. نعم. هلا أكيد ارتفاع الضغط المفاجئ أكيد أخطر بكثير من ارتفاع الضغط المزمن. ليش؟ لأنه بالنهاية المريض بالارتفاع الضغط المزمن معود على الضغط يكون عالي عنده، يعني يمكن صار له 10 سنين ضغطه 15 او 16 معود عليه، مش معناتها انه شيء منيح، لا اكيد. بس المفاجئ بيكون فجأة مثلا ضغطه 12 على 8، المريض فجأة بيرتفع على 15 او 16، هذا الشيء معقول يسبب له نزيف بالراس، معقول يصير فيه مشاكل بالاعضاء الداخلية، ذبحة بالقلب. بس نتيجة شو دكتور بيصير معه ارتفاع بالضغط مفاجئ؟ نتيجة عادة بيكون مثلا جلطة الدماغية بتسبب ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، انسداد الشريان القلب كمان بيسبب ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، الانسداد كمان مفاجئ بالشريان تبع الكلاوي كمان بيصير فيه ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، بالإضافة لتناول بعض الأدوية كمان اللي بترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ. مثل أيها؟ مثل الأدوية تبع تنزيل الوزن. نعم. في كتير أدوية مثلا مريض بياخد حبة أو حبتين بيرتفع ضغطه ل 18 أو 20، هاي بيكون كتير كارثية يعني على الجسم. وبالإضافة لكمان عوامل بيئية مثل السموم، أوقات إذا فاتت على الجسم بشكل يعني كمية كبيرة بترفع ضغط الدم، يعني أو الضغط الكتير قوي على الجسم، كان ضغط نفسي أو ضغط جسدي كمان بيرفع الدم بشكل كتير عالي. دكتور بنعرف كثير منيح انه طرق العلاج لضغط الدم كثيره طبيا وغذائيا، ولكن من طرق العلاج المعتمده مؤخرا والحديثه هي من خلال بتر العصب الكلوي، اي استئصال الاحساس العصبي للشريان الكلوي. قد ايه هذا الشيء ممكن فعلا يساعد الانسان المريض بضغط الدم حتى يشفى؟ هيدا اكيد بحالات يعني اذا كان كثير عالي ضغط الدم وما عم بيستجيب على الادويه، يعني في اوقات مريض مثلا ضغطه مرتفع عم بياخد اول دواء ثاني دواء ثالث دواء بعد عم بيضل مرتفع، بهالحاله هيدي بنلجأ لهيك عمليات، لانه ساعتها ما بيعود فينا، يعني ساعتها الادويه اللي عم بياخدها المريض مضاره اكثر من منفعتها. لما المريض عم بياخد ثلاثه او اربع ادويه للضغط وما عم بيلاقي نتيجه وهالادويه هيدي عم تتفاعل مع بعضها، ساعتها بنروح لهيدا الخيار هيدا يلي هو بتر العصب تبع بغذي الكلية. ليش؟ لأنه الكلية بتفرز هرمون يلي هو الألدوستيرون والكورتيزول يلي بيعلو بيرفعوا ضغط الدم بالإضافة للرنين. فلما يبتروا هيدا العصب ما بعود الكلية تفرز هيدي الهرمونات اللي بترفع ضغط الدم. هيدا يعني هيدا علاج، فيها علاج نهائي كل الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، في حال كان وصلوا لمراحل متقدمه من المرض انه هذا العلاج علاج نهائي وممكن يشفوا نهائيا من مرض ارتفاع ضغط الدم. ممكن يشفوا نهائيا، بس كمان يعني مثل ما قلنا اخر شيء بنعمله، اخر مرحله، اخر مرحله ممكن نوصل لها. دكتور، اهم شيء يمكن انا بعتمده بهيدا المرض تحديدا انه الاشخاص لازم دائما يبتعدوا عن المثلجات والامور اللي فيها بروده زايده لما يشربوا السوائل، يمكن يعتمدوا على المي الطبيعية أكثر لأنه هي بتساعد مزبوط. أيضا على تصلب الشرايين، وأهم شيء ممارسة النشاط الرياضي لأنه هو علاج لكافة المشاكل الصحية أكيد. بجسم الإنسان. شكرا لوجودك دكتور بوشايلي، أخصائي بطم وكيف حد الشيخوخة والعلاج الهرموني، وبدي أتمنى لك نهار ممتع. أهلا وسهلا. شكرا لكم. بريك قصير بيفصلنا عن متابعة كيفية سفرة رمضان وتحضير الطبق اللي كانت الشيف نادين بلشت بتحضيره. لحظات ورجعي. مسابقة يومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج صباح لبنان الساعة 11 صباحا. إذا بتحب تشترك جاوب على هالسؤال: كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 113 سورة؟ عبر إرسال الـ SMS على 1013.
جوائز قيمة بانتظارك. رمضان كريم لكل الأشخاص اللي انضموا لنا هلأ، وقدي فعلا رمضان بيحلى بصفرته وبالأشخاص اللي بيجتمعوا حول الطاولة. من هيك شايف نادين موجودة معنا حتى نحضر سوا نحن وياها. مثل ما عرفتوا الصبح كانت بلشت تحضر الكريب مع السبانخ واللحمة، فشايف نحن رح نتابع هلأ تحضير هيدا الطبق سوا. يعني مجرد ما نقول كريب خلص كلنا مندوب قدامها، بنشتهي هيدا الاكله كلنا. فكيف ما كانت بشو ما كانت معموله رح تكون طيبه. صح، وعاده العالم بتقول انه كريب دغري بتميل انه سكري، لا نحن اليوم عجينه الكريب عم نستعملها بس بالسالي، انا بحبها مالحه اكثر ما تكون حلوه. مزبوط، انا كمان صرنا اثنين. فاذا مثل ما قلتي بيا، نحن قبل شوي كنا بلشنا بتحضير عجينه الكريب وكمان حضرنا الحشوه انا وشادي، فرح ارجع اذكر شوي المشاهدين بس كيف حضرناها وكيف عملناها بالنسبه للمقادير بركه ما لحق. فاذا بالنسبه لعجينه الكريب حطينا 3 بيض، عم نحكي لهيدي الكوانتيتي، اوكي؟ يعني هيدي الكوانتيتي نحن 3، 5، و8، عم نحكي لحجم المقلي هيدا الحجم. هلا اكيد كل ما كانت اكبر كل ما صارت الكوانتيتي بتصير اقل. نعم. اوكي؟ نحن بحاجه ل 3 بيض، حطينا معهم كبايه طحين، حطينا معهم كبايه حليب، واكيد رشه ملح ورشه فانيل. عظيم. اوكي هلا بس البرنسيب نحن عم نحطهم كيف نحطهم لانه حتى ما تكبتل معنا، لانه عاده عجينه الكريب بتكبتل وبتعمل حبوب ويي وفرطت وكذا. نعم. هون المشاكل. فكيف عملناها نحن؟ اول شيء بنخفق البيض مع الملح والفانيل، بس نخفق البيض بنضيف نص كميه الطحين، يعني بصير تضيف الطحين على مراحل اذا بدك. نحن عم نخفق وبس نشوف انه البيض بلش ياخذ الطحين بزيد شويه حليب. اوكي، وهون في شغله كمان نسيت اقولها انا، انه حطيت معهم كمان ملعقتين زيت، حطينا لكن نص كميه الحليب كمان خفقنا، رجعنا طحين، يعني بصير امشي فيهم بالتدرج. نعم. وحده ورا وحده حتى البيض والطحين والحليب ياخذوا بعضهم مزبوط ما يكبتلوا معنا. الكريب ما بنحط لها زبده؟ لا لا ابدا، انا حطيت بس بقلبها ملعقتين زيت نباتي. اوكي، سكر ما حطيت حتى كمان بقلبها لانه نحن عم نعملها مالحه، فما بدي اياها يطلع الجو سكري بقلبها. ومثل ما شايفه هلا فينا نضيف اذا بدك ملعقه سكر بس حتى نعطيها لون. مزبوط، بس كمان مثل ما شايفه بيا نحن من دون يعني الطحين هو وحده ساعدني انه اخذ اللون، وكمان لانه نحن هيدا الطبق بده يرجع يفوت على الفرن، يعني هلا انا بدي احشيهم، بدي احط صفار البيض وحط عليهم جبنه ودخلهم على الفرن، فرح احصل على اللون اللي نحن بدنا اياه مدون نهائيا. الاشخاص صايمين وانت عم بتشهيهم. يلا حضروا حضروا العشية. فاذا هلا كمان بالنسبه للحشوه، تننتقل للحشوه. قلينا بصل مفروم ناعم، ضفنا له لحمه مفرومه ناعمه، بس قلبنا اللحمات اكيد اخذوا لون من كل الميلات، حطينا لهم بهار حلو، بهار ابيض وملح، رجعنا ضفنا لهم سبانخ مفروم جوليان اكيد من بعد ما نحن غسلناه، كمان قلبناهم بس دبلوا السبانخ، شلت الحشوه وحطيتها على جنب. هلا بدنا نحضر الصوص بشاميل، يعني رح بتكون مخلوطه بشغلتين، بالحشوه وبالصوص بشاميل. كثير اوكي، فاذا هلا رح حضر مع المشاهدين صوص بشاميل، بس انا كنت قبل شوي حضرت لانه ما بقدر اشتغل بالصوص بشاميل هي سخنه واحشي فيها الكريب حتى بتعرفي ما تسيل معنا، فبنطرها حتى تبرد. اوكي فوالا، انا كنت حضرت شوي صغيره، بس هلا رح اشتغل انا وياهم صوص بشاميل. لازم تكون هالقد سميكه، هالقد سميكه لانه بدها ترجع تفوت على الفرن حتى ما تطلع من قلب الكريب. اوكي، رح ترجع تسيل بعدين. مزبوط، خاصه انه فيها جبنه كمان. صحيح، فمشان هيك حضرت شوي صغيرة حتى اشتغل فيها هي وباردة، وبرضه رح حضر انا وياهم. اكيد تنعلمهم كيف يحضروا الصوص بشاميل. بداية رح نحط زبدة قبل كل شيء اكيد، وهيدي الشيف نادين ما بتستغني عنها ابدا. لا لا، هلا فينا انتبهوا، فينا اذا بدنا نخفف شوي فينا نستعمل الكريمة، يعني ساعتها بنستعمل الكريم. ما بعتقد خففنا كثير اذا استعملنا الكريم فريش، يعني الكريم فريش. وفي حال بدنا نستعمل الكريم فريش بنحط للنص لتر 3 بيض، لانه نصيت يا ما هي زيت عشان حط زبده. ما هي هي فعاده انه يجي زبده العالم تنقز من الزبده، نفكر انه هوليك احسن، بس هو طبق مني، هي اطباق رمضان كلها مفروض تكون اطباق دسمه حتى بتعرفي بياكل واحد كل نهار صايم وهيك. سبا هيدا معتقد خاطئ بيقولوا انه كل ما كان طبق دسم كل ما شبعنا اكثر، كل ما نصحنا اكثر، مش كل ما ماشي. فاذا هلا عم ذوب الزبده، بدنا نضيف الطحين وهيدا الحليب انا كنت مذوبته. قد ايه بنحط كميه طحين شاف؟ اوكي هلا عندنا مرق ابيض، رق ابيض يعني بحط قد كميه الزبده قد كميه الطحين. اوكي هلا انا هون عم بشتغل على تقريبا 25 جرام، 25 جرام، ما عم بشتغل كميه كامله لانه قلت لك انه حضرت شوي صغيره على جنب.
فاذا هلا بنضيف الطحين ولا بس الزبده والطحين ياخذوا بعضهم بنضيف الحليب. اكيد كميه الحليب مش هي كلها بدي اياها هون ولا ما المفروض تكون الصوص كتير رخوة. طبعا بس تاخد بعدها بدنا نضيف لها برجوز الطيب وبهار ابيض. خلينا نذكر الكل اللي عم بيتابعونا انه في مسابقة رح نخصصها نحن خلال شهر رمضان المبارك بختام الحلقة دايما حتى نتشارك نحن والمشاهدين هذا الشهر الكريم ونربحهم كمان جوائز. من هيك عم بيمرق السؤال بأسفل الشاشة، كم عدد سور القرآن الكريم؟ بدي أطلب منكم أنكم تجاوبوا على الاس ام اس 1013 اس 1 أو اس 2. إذا ما جاوبتوا اس 1 واس 2 ما رح نقدر نتلقى الجوابات تبعكم والكمبيوتر يحذف الإجابة تلقائيا. فإذا المشاهدين نحن بانتظار مشاركتكم حتى نتشارك سوا رمضان ويكون فعلا رمضان كله رباح كله خير وبركة. نحن شايف متابعين نحن وياك مزبوط. هلا حطينا نحن وياك رجعنا الحليب فوق الطحين والزبدة مزبوط، بس عم ضيفهم تدريجيا مع التحريك ولا ما بقى حسمك كثير. هيدي السماكة اللي أنا بدي إياها، هلا إذا حسيناها رخيت معنا شوي صغيرة بنتركها شوي على النار ساعتها بترجع بتشد. الجبنة بنحطها مع الصوص بشاميل ولا بعدين بقلب الكريب؟ على وجه الكريب على وجه للكريب حتى يبين لونه. اوكي هلا برج جوزة الطيب بس فينا نخلطها معها كمان فيك تحطها بقلبها اكيد. قد ايه حطينا؟ ملعقة صغيرة او راس ملعقة؟ راس ملعقة. فلفل ابيض؟ بهار ابيض مزبوط واكيد ملح. وين الحار؟ لا حار ما في. البهار الابيض بالزياده. هلا هو حار البهار الابيض بس في ناس بحبوا الحار كثير مزبوط ساعتها هون صارت اوبشنال. ايه اليوم ما في حار كثير. اليوم ما في حار كثير. رح زيح انا هول البهار. شايفه هلا البيض تندهن فيه الكريب مزبوط. صفار البيض تحديدا. صفار البيض ليه بصفار البيض مش بالبياض؟ اوكي هلا انا لانه بدي اللون يطلع مسقسق على الاخر يعني اشقر على الاخر فمشان هيك استعملت الصفار. فاذا تعال نرجع نذكر هيدي الصوص بشاميل صارت جاهزه اوكي ما رح فيها هلا استعملها بس حتى تبرد شوي صغيره عزيز. رح استعمل الصوص اللي انا كنت محضرتها اوكي فوالا نخلطها كلها مع السبانخ مع الحشوة مزبوط يعني لازم تكون هالقد سميكة مثل ما قلنا حتى ما تطلع برات عجينة الكريب مزبوط. وعجينة الكريب هون ريحناها بس خلينا نذكر المشاهدين ان احنا ريحناها شوي صغيرة تقريبا شي 20 25 مينوت ودهنت كعب المقلي بشوية زيت بالكلينكس وحطيتهم عادي بالمقلي يعني عزيز. كل وش نبرم المقلي فيها كل تفكيرة مزبوط برمنا السائل تبع العجينة بقلب المقلي وطلع معنا هذا الشكل عظيم. فوالا هلا عم بخلط السبانغ والبصل واللحمة مع الصوص بشاميل اللي هي رح بتكون حشوتنا للكريب. هالقد بدها تكون سميكة رح ارجع اذكر ما المفروض تكون كثير رخوة. بيلبق معها شاف لوز وصنوبر صحيح صحيح بس هي لانه طبق منه عربي كثير فمشان هيك ما استعملت فيه القلوبات لانه نحن المشهورين بالقلوبات اكثر. هلا نحن فينا نضيف في اكيد التاتش تبعنا يمكن مزبوط. على الطبق كيف بنحب واكيد رح يطلع طيب. فوالا وهيدي حشوتنا صارت جاهزه اوكي. فاذا صوص بشاميل مع بصل ولحمه مفرومه ناعمه كيف عم نعمل حشوه السمبوسك او الكبه ضفنا لهم السبانخ واكيد مع البهارات. اوكي هلا بدنا نبلش نلف الكريب مزبوط. هيدي الكريب رح زيح انا هيك حتى تقدر الكاميرا. هلا بالنسبه للتقديم طبغولا بيا فوالا خليني ازح لك هيدا من شاف هيك تتبين اكثر كيف عم بتحضري حتى تلزق. بنحط شوية صفار بيض وبتلزق؟
بلا ما نحط طحينه. ايه بس ينشف البيض. هلا بدنا نصفهم بالبيركس. انتبهي ما تحرقي ايدك انا بشناني. لا سافا مش هنحرق. اوكي بدنا نصفهم بالبيركس. بتعرفي شو انا بس بدي صحن تحت هيدا. ايه شو بدك شاف؟ ها سافا كنت ناولتك من هون معي. حدي بحب عزبك. ما في عذاب شاف معك ما في عذاب ابدا. فوالا فاذا بدنا ننتبه انه نسكرها مثل التارتين يعني على الميلتين لحتى الحشوه ما تطلع براتها للكريب للعجينه. حتى شكلها بشهي والجبنه بعدين رح تجي على وجه الجبنه. هلا بدنا ندهن الكريب بصفار البيض. هون بدنا ننتبه انه الصفار انا حطيت معه بهار ابيض وحطيت كمان معه ملح وجوز الطيب. بدنا نشيل زنخه البيض طبعا. فوالا هيني كثير ما بدها وقت. مزبوط مجرد ما تجهز الحشوه والكريب. وقطري كثير طيبه صحيح وقطري كثير. في شغله هون انه فينا نحن عجينه الكريب نحضرها من قبل بوقت ونحطها بقلب البراد. وفينا كمان نعمل شغله اضافيه نعمله نقدمه كطبق اساسي يعني نحط له صوص طماط نرجع ونحطها فوقهم ونقدم على جنبهم مثلا ما بعرف بركي سلاد. هلا صوص طماط بصير طبق اساسي. ايه مزبوط بصير طبق اساسي. بس ننتبه انه الصوص طماط ما كثير تطلع عليها حتى ما تتش العجينه كمان معها. هلا احنا بكعبها شوي ما كثير تغمرها يعني تبقى جبنه مبينه من فوق. مزبوط يعني هي شو كانت طيبه كمان. صحيح شو كانت. وحتى اذا حابه انت صوص طماط مش غلط بتقدميها حدها كمان هيك حتى ما تتش معنا العجينه. فوالا عم لفها مثل ورق العريش او مثل الرقاقات اذا بدك. هلا بنسكرها بالبيض. شايف شو رايك نرجع نذكر بالمكونات؟ اكيد يلا حتى اللي عم بيتابعونا يقيدون قدامهم على الورقه والقلم ويقدروا يحضرون العشيه لسفره الافطار وسفره رمضان. يلا فاذا بالنسبه لعجينه الكريب نحن بحاجه لبيض عدد 3 كوب من الطحين وكوب من الزيت كوب من كوب من الطحين وكوب من الحليب وملعقتين زيت نباتي. هيدا بالنسبة لعجينة الكريب. اوكي طبعا ضفتها على مراحل بالتدرج. لا بالنسبة للصلصة نحن بحاجة بالنسبة للصوص بشاميل بحاجة لزبدة وطحين حتى نعمل رو ابيض. نرجع منضيف للزبدة وطحين حليب بالتدرج اكيد مع التحريك المستمر مع برجوز الطيب وملح. هلا بالنسبه للكانتيتي انا حاطه الكانتيتي هون للمشاهدين بس اكيد الكميه بدها تكون اكثر على سفره رمضان فساعتها بصيروا يدوبلوا الكميات اكثر واكثر. هلا بالنسبه للحشوه اللي حطيناها مع الصوص بشاميل حطينا بصل مفروم ناعم 75 جرام اكيد قليناه بالزيت النباتي. ضفنا له اللحم المفروم الناعم 200 جرام. قلبنا اللحم كثير منيح مع البهارات. ضفنا السبانخ المفروم جوليان ببيئه واحده وخلطنا حشوة اللحمة والسبانغ والبصل مع صلصة البشاميل من بعد أكيد ما يكونوا اثنيناتهم بردوا. كمان على جنب نحن بحاجة لصفار بيضة حتى نلزق فيها عجينة الكريب وحتى ندهنها فيها. نحن بحاجة كمان لجبنة تترش على وجه للكريب. فوالا اكيد البهارات اني هون برجو رشيتيني اليوم بصفار البيض فكرته مربى يعني غريب صفار لونه. هيدا بيض بلدي وسمكته كمان. لا عن جد عم بحكي بيض بلدي هيدا سبحان الله ببينه دغري. فوالا وهيدي اخر حبه كريب عم نحضرها. هلا بالختام بدنا ندهن فوالا مزبوط طبق الكريب بالبيض. نزيحة هي شوي يب. بس تيني عنك شاف. ثانك يو. وهيدول ما بقى بحاجه لهم انا بس عم وصف بعتقد بدك بدي البيض يا فاذا هلا بدي ادهنهم بشوي صغيره مش كلها بس على نصها بس. مزبوط ليه كرمال الجبنه بدي احطها هي هيك ديكوره هيك. هلا اذا نحن حابين نحط عليها كلها ما في مشكل كمان بس انا بدي العجينه تبين كمان. صحيح بدي العجينه تبين. وهيدا صفار البيض. وليش حطيت صفار البيض؟ حتى تلزق الجبنه كمان عليها ما توقع. فوالا
بندخلها على الفرن جست حتى تذوب الجبنة ويشقر الوش تبعولها. شكلهم بيشهي شاف قبل ما يفوتوا على الفرن. هو لونها للكريب هي لونها للكريب اوريدي يعني هيدا اللون اللي نحن بدنا اياه، هيدا اللي بيميزها الشقاري اللي فيها. وهلا زياده بس تذوب الجبنه عليها رح بتصير اكسترا. وهيدا طبق ان شاء الله يكون عجبهم للمشاهدين اللي حضروه لسفره رمضان الليله. رح حتى خلهم انا هلا على الفرن. قد ايه بنحطهم على درجه حراره؟ ما بيأثر شو يعني فينا بس ندور الفرن من فوق لانه هو كل شيء بقلبه مستوي. نعم. مجرد ما دورنا الفرن من فوق بس حتى تذوب يعني 180 درجه منيحه كثير منيحه تقريبا 3 دقائق مزبوط بتكونوا صاروا ريدي. هلا رح احطهم بالفرن. بنكون نحن وياك شاف حضرنا طبق مميز لسفرة رمضان الليلة، فهيك كل الأشخاص اللي تابعونا بيكونوا يمكن تشجعوا حتى يحضروا لأنه أول شيء طبق مميز مزبوط. بعد ما كثير الأشخاص معتمدين وبيعتمدوه صحيح مني أكثر على السمبوسك وعرقات نعم. وهيك فهيدا شيء جديد اليوم. شكرا لك شيف نادين أسيس على كافة الأمور اللي دايما هيك بتعطينا إياها بطريقة جديدة وبتعلمينا أطباق كمان شهية. شكرا لك. ثانك يو لك. بريك صغير مشاهدينا بيوصلنا عن متابعة صباح لبنان لليوم الاثنين. بعد البريك رجعنا نحن وياكم لعند سارة كيروز وفقرة فاشن. مسابقة يومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج صباح لبنان الساعة 11 صباحا. إذا بتحب تشترك جاوب على هالسؤال: كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 113 سورة؟ عبر إرسال الأس أم أس على 1013. جوائز قيمة بانتظارك. ناطرين اسمساتكم على 10-13 مثل ما عم تشوفوا بالاعلان الخاص بهالفقره يلي عم يمرق كسفوا الاسمسات تبعكم، وكمان انتظروا اتصالاتنا لحتى تشاركوا معنا وتربحوا ويكون عندكم فرصه حتى تربحوا جوائز قيمه نتشاركها نحن وياكم خلال الشهر الكريم. جواب كثير هين اكيد بتعرفوا 104 مش 114 بس انه هين 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 يلا جاوبوا. الجواب كثير سهل وكونوا كتار لحتى تربحوا معنا بختام الحلقه. رح نتابع نحن وياكم هلا ومثل العاده فقره فاشن. مين قال انه بالشهر الكريم ما في موضه؟ والديزاينرز العالميين كمان ما بخصصوا كولكشنز لشهر الفضيل. رح نشوف انترناشونال ديزاينرز بكولكشنز خاصه برمضان اكيد مع ساره كيروز. سارة صباح الخير. هاي شادي، شو اخبارك؟ صباح، انت كيف؟ ماشي الحال؟ جود جود تمام. وي. اليوم رح نحكي عن الكولكشنز مع الانترناشونال ديزاينرز. اليوم هي اول مره انها يوجولي على رمضان بنصير نشوف شو الموضه بالعبايات، على اساس بننبش اذا بدك على الديزاينرز المعودين يشتغلوا عبايات او على المحلات اللي بنلاقي عندهم عبايات، وبنصير نشوف شو نزل عنده ترندز لهالسنه. هالمره تغير شيء، صار بالعكس، الديزاينرز هن شافوا هول كولكشن لرمضان، بطلنا نحن نقعد ننبش تنشوف شو هي الموضه، هن صاروا يقدموا فول كولكشن لرمضان، وراح نشوف كذا ديزاينر كيف شافوا لرمضان شو الموضه بالالوان او بالتكستشر. بتعرفي ساره، صعب انه ديزاينر يبقى باللاين تبعه بالايدنتيتي تبعه ويكون عم يشتغل لاين لرمضان؟ صعبة. رح اقول لك شيء، هلا بس تشوف الصور معي رح تشوف انه في ناس يو اكسبكت انه هذا هو الشخص، مع انه ما بحياتك شفت له عبايات او حجاب، بس تشوف اشتغلهم تقول اه اوكي في الباترنز تبعه، في التايب تبعه. اوكي. هلا مش الكل قدر يفرجي، سؤالك كثير ظابط، لان مش الكل قدر يخلي الايدنتيتي تبعه. في ناس راحوا اكثر انتو كوميرشال، انه خلص هيك ببيع حتى لو مش ستيله. أوكي. بس الديزاينرز يلي برو رح نقول قدروا يخلوا ايدنتيتي تبعهم ثرو هيدي الكولكشن. يعني قديه تحدي الواحد يخلي الايدنتيتي وكمان يعمل شيء كوميرشال ويقدر يستفيد منه. منها هينه، مش في مكان في يعملها. وهلا نحن عم نشوف الصور رح يصير لك اي ديزاينر عن جد ترك ايدنتيتي اصلا لحالك رح تحس رح يبينه، واي ديزاينر بتحس انه اه اوكي نقى بس شيء الكوميرشال لانه بده يعمل عبايات، لانه هي نوز ناو انه عن جد اتس ترند، كمان بطلت بس انه نلبس العبايه فور شهر معين او لسبب معين، لفترة معينة هي يكون عم بلبسه انا عادي از دريس، يعني ممكن نكون عم نشوف كيف الديزاينر شافوا هالقصص وصار موضه يعني يومية عادة بغض النظر. صح صح، لأنه شيء كتير بيريح وكتير ببورد، بالعكس أنا بلبسه comfortable بلبسه بطريقة كتير كتير حلوة العباية اللي بستيها. thank you so much colors تبعه وهيك كتير مريحة. صح.
صح. رح نبلش مع اي ديزاينر اول شيء؟ رح نبلش مع حدا بنحبه كثير انا وياك اللي هو دولتشان جابانا. رح نشوف دولتشان جابانا كيف شاف رمضان كولكشن لهيدي السنه. قدم اكيد العبايه والحجاب بالتايب تبعه، هو من الديزاينرز اللي انا عم بقول انه باقي ستيله ببين بالتكستشرز وببين بالنقشات كمان، رح نشوفهم بعدين. هون اذا بتشوف كثير الانترودكشن تبع الدونتير والليس موجوده بمعظم العبايات اللي هو عملها، اللي هو شيء كثير نحن بنحب بشغله وبحبه بالكولكشنز تبعه. هيدا اول صوره بنكون عم نشوف فيها كيف في الكريم ولون الكريم والاسود. الالوان ما كتير خاطر بالوان هالكولكشن، رح تشوف انه معظم الالوان هن يا اسود يا ابيض يا كريم، بس يفوت لون بالباترن بيكون لون واحد او لونين على الخفيف فايت فيه. ما عجق كتير بالالوان الفلاشي، اشتغل اكثر على التكستشرز تتكون بتشبه ستيل تبعه. اوكي اتفق، فيري نايس. وخاصه اللي بيعرف الكولكشنز تبع دي ان جي بيعرف انه الروحيه بعدها هي ذاتها بالباترنز بالايدنتيتي 100%. اصلا انا هلا لدولتش حتى كذا صوره، هيدي كمان له، بتشوف كيف وقت يشتغل اسود كيف عم بيعمل الانترودكشن للديفرنت ماتيريالز، كثير حلو. يعني احنا معودين انه العبايه الكلاسيك هي السوداء، بس في طريقه كيف انا فرج العبايه السوداء، فيها تكون فرقه تحت سوداء ماشيه وحده، فيها تكون مشغوله مثل هيدي العبايه بطريقه سوبر كلاسي بطريقه الشغل فيها، مش اذا اسود يعني صارت بتزهق، فيها تكون كثير حلوه. صح. بالصوره اللي بعدها بعدنا مع دولتش اند جابانا بنكون عم نشوف كمان الباترنز، انه اشتغل طريقه انه الحجاب والعبايه تكون من نفس النقشه. هيدي كانت موضه قبل، بعدين وقفت، صرنا نعمل حجاب من غير لون او من غير نقشه. دولتشي رجع قدم كولكشن نفس الباترن، حجاب وعبايه، اتس هيز اون اذا بدك فيجن. بتعرفي هي الفيجن بحسها شوي للسيدات يلي شوي اكبر بالعمر من انه صبيه صغيره جن. بالعمر او جان اكثر، ما بعرف حق. انا هالفيجن تبعي، انا مثلك، انا مثلك، بس شوف كمان نفس النقشه كعبايه وحجاب مع بعضهم، بحسها كمان منا كثير يونغ، منا كثير هيدا ستايل، من هيك هي اكثر للحدا شوي اكبر بالعمر. بس اصلا دولتشي اند جابانا في عنده كولكشن بتحس اصلا موجهه لحدا شوي اكبر، يعني مش كل شيء بيعمله كثير يونغ، عنده كثير مرات كولكشن بيورلي بتحس اكبر. هيدي وحده منهم بهيدا التايب، انه تكون نفس النقشه وحتى بالالوان ما خاطر. صح. نقى الوان كلاسيك تتمشي مع هيدا الامر اللي عم نحكي عنه. لنشوف الصوره اللي بعدها، هون فات الباترنز اللي نحن معودين عليه عند دولتشي، يعني نحن يوجولي دولتشي دائما بالكولكشن بده يكون يا في فواكه يا في خضره يا في فلاورز، دائما بده يكون في شيء هالقد فريش. هون بالفلاورز فوتها بطريقه تيبيكال كانه عم يعمل الفستان العادي اللي هو بيعمل مع اللينات كمان، مع اللينات جاي اقول لك مع اللينات، واللي عمله انه كثير لبق السان جلاسز يلبق المونتور تبعهم على العبايه بحد ذاتها والباك كمان. هودي الديتيلز اللي بيخلوا يبين انه منا بس عبايه انا عم جيبها لان على الموضه، اتس توتال لوك سين باي ديزاينر، لانه بالاكسسوارز ات ويل تشينج ايفريثينج. يا الاكسسوارز بيوقعوا اللوك تيكون اذا بدك كثير تراديشنال او اذا بدك كلاسيك، يا الاكسسوارز بياخذوه على غير ليفل اللي هو ترندي، انه انا لابسه عبايه بس طريقه فيري ترندي وبنفس الوقت كثير ظابطه ملائمه. بالصوره اللي بعدها عم شوف الباكس كمان ساره بكل اللوكات اللي حديت هلا، يعني في بالاكسسوري الباج اللي هو بيعطي بلس للتوتال لوك 100%. هذا كنت عم بقوله انه الباج از سمثينج تو تيك انتو كونسيدريشن، اذا العبايه كثير فيها نقشه والحجاب كمان، اكيد الباج احلى يكون سمبل من لون واحد بيشبه او من موجود بقلب صح موجود بقلب العبايه. اذا العبايه بالعكس كثير رايقه وما في نقشه عليها، فيها ناخذ باك فيه كثير نقشات. يعني كل الاكسسوارز بنلعب عليهم تما يكون اللوك عادي، حتى الشوز واحد فيه يكون عم بنقيهم بطريقه موزونه وظابطه تكون كله بالانس اللوك، تما يكون اذا بدك لوك كلاسيك اجين. ترجع اقول انه نحن كل شيء عم نقوله تنقول هاو تو بي ترندي برمضان. اوكي صح. هالصورة هلا اللي عم تشوفوها كانت اسود وابيض، والصورة هلا اللي عم تشوفوها المشاهدين تتشوفوا اجان بعد الحجاب قد ايه فيكون حلو مشغول بالتكستشرز من فوق لتحت. اذا لاحظت هون بعدنا مع دولتشي، بعدنا مع دولتشي، اذا بدك يشتغل اذا لاحظت كل الباترنز تبعه من فوق لتحت، ما اخذ ريسك يعمل بارتس انه يشقف. هذيك السنة كان عم نفرج برمضان اذا ذاكر شفنا انه كل عباية فيها شقفة، شقفة تيبو، شقفة مثلا لون معين، شقفة كانه كثير باتش ورك، لانه ليه؟ لانه كانت الباتش ورك على الموضة اصلا بكل الفاشن ترندز. هلا لا، بتشوف انه بالعكس صارت وان باترن من فوق لتحت بلا ما يكون عم بخاطر يشقف ويعمل باتش ورك. بس حتى كمان الكولرز منهم خطر فيهم، يعني ما عم نشوف كثير الوان ابدا، يعني كثير رايح انتو كلاسيكس
وايت جراي ليك بدي اقول لك ليه لانه بدك تعمل وحده منهم، ما فيك تخاطر بالالوان وبالديزاين. وقتها بالديزاين تعمل هالقد انت باترنز قوية وهالقد تشتغل تكستشر، ما فيك كمان تكون اذا بدك اجريسيف باللون كمان. اتس ايذر ذس اور ذس، ما فيك اوفر تزيدها. ذس واي دولتشي عمل بالانس، اوكي ايل بي وركينج اون تكستشرز ماتيريالز باترنز، ونترك الالوان اسود كريم ونفوت لون دو طونز اون طون. اوكي لننتقل للصوره اللي بعدها. أجان كنت عم لك انا انه الليس كتير موجود، هي كمان بعدها لإله التكستور كلها بالاسود مشغوله بطريقه كتير حلوه، بتحس قد ايه عندها ايميل عبي وقد ايه مشغوله بطريقه كتير ديتيلز، في ديتيلز فيها، منه ابدا هذا الشيء اللي من فوق لتحت هيك بلوك، بتحس انه مش ابدا كلاسيك بطريقه لانه كثير كريتيكال، لانه العبية عم بتكون عم تعمل كفرنج للجسم كله، فاو بتكون بورينج وبتكون انه قماش فاينلي، او انه بيكون هالقد مشغول عليها تفاصيل لحتى تبين ماستر بيس. صح، هذا بدي اقول لك هيك اللي صعب بالعبية انه ابدا منا جايه على الجسم عم بتخسره، او ابدا ما عم تجي مع شيب، عم تجي اذا بدك بلوك. سو كله مشغول على القماش، يا بتطلع بلوك من فوق لتحت، يا بتطلع مشغول بطريقه حلوه وبتعطي جمال يعني حتى لو هي عبايه. اكيد رح ننتقل للصوره اللي بعدها تنكون عم نشوف ديزاينر ثاني. البراند هي يونيكلو، الديزاين اللي اشتغل لهيدي البراند هانا تاجيما، اشتغلت الحجاب بطريقه جديده بطريقه ترندي اللي قدمته لهالكولكشن لهيدي السنه لرمضان. قدمت حجاب بيكونوا الوانهم كثير ناعمه بالقصص الكريم، البلو ناعم، البينك ناعم، بتحس كل الكولور الباستيل. ما اخذت بالقصص الاجريسيف، بس اشتغلت تكستشرز وقماشات، واشتغلت كمان على تقدم الكولكشن بالادفرتايزنج كامبين تبعها بأثر انه كيف ينلبس. ممكن عطيت كذا طريقه كيف ينلبس طريقه فيري ترندي. بالصوره اللي بعدها كمان بنكون عم نشوف لنفس الديزاينر شو قدمت، بتشوف كيف محطوط طريقه على جنب، بتشوف القماشه كيف هي كثير حلوه مع التيب، حتى يعني مع الستيل ما ضروري يكون عبايه، انما ستيل كمان لوس، ستيل بيريح 100%. هيدا اللي بدي اقول لك اياه. سو بالادفرتايزنج كامبين وقت كنت عم تقدم هالكولكشن بتشوف انه عطيت توتال لوك، هي عم تشتغل على حجاب بس عطيت توتال لوك انه فيها نكون عملتها فيري لوس فيري كومفورتبل، الوان كثير رايقه، يلي هو كثير بيشبه الكولكشن سمر. يعني نحن كنا عم نقول انه هالسنه لوس رجع على الموضه، القصص الباستيل رجعوا على الموضه، دونك هن كمان عم بيكملوا على هود الترند. حتى الكولرز يعني الجينز مع الكامل مع هال 100%، هذا شيء بيريح العيون وبتحس انه اتس فيري كومفورتبل لوك، وبنفس الوقت بيسفل، بتحس انه كثير رواق، ما في شيء فيري اجريسيف. بالصوره اللي بعدها رح كمان نشوف كيف بينلبس كمان بطريقه جديده اند فيري ترندي. ممكن اجان عم تعطينا مش بس ذا واي اوف الحجاب كيف يكون قماشته او لونه، كمان هاو تو وير ات، which is كمان a very trendy way. فيها نكون عم نلبسه بطريقه كمان كثير حلوه، فيها تكون كمان بلوتو على تيربان عاطيه، دونك هيدي اتس فيري نايس اذا بدك ترند بينت من الديزاينر، ويلي شيء ما كانوا يعملوه عاده، ما كانوا اذا بدك يعطوا فول كولكشن تيجوا يفرجوا ذا هول ترند فور رمضان. ناو اتس جود انه ذا ديزاينرز عم يجوا يشوفوا This is fully for Ramadan. بتعرفي لأنه هالقد في سوق وهالقد في سيدات بحبوا الموضة، وهالقد في سيدات بحبوا كمان أنهم يحافظوا على هالتقاليد، يحافظوا على هالرقي كمان باللبس. So why not أنه ينعملهم collections؟ مثل ما شفنا تربا هون يعني قد ايه حلوة. صح 100%. عم بعطيك إياها بطريقة very trendy to tell you أنه ما في شيء بيقول أنه أنت لازم تكون very classic و traditional. صح. فيك تكون بالعكس following all your principles and your values بطريقة very trendy. 100%. أوكي؟ هيدي الصورة كانت كمان لا يونيكلو، تنشوف كمان كيف الحجاب. بالصوره اللي بعدها هنكون عم نشوف كمان ديزاينر ثاني اللي هو مانجو. مانجو قدم رمضان كولكشن كمان اللي هو غريب، يعني عن جد انا استغربت انا عم شوف كل هالديزاينرز كيف من القصص اللي اذا بدك الاوت كوتور للناس اللي عم يشتغلوا بالعكس البريت ابورتي اللي هو موجود وين ما كان كوميرشال مثل مانجو. ايفري ون عطى كولكشن اللي هي سميها رمضان كولكشن. مانجو اللي عمله كان اكثر شيء عم بيشتغل على اللونج دريسز، اشتغل على كثير باترنز، اعتبر انه فور ذس رمضان هو عم بيعطي بوكو دو كثير نقشات وكثير باترنز للعالم تيكون عندهم تشويس كبير. وكان عم يشتغل اللونج دريسز يكون عندهم سليفز، بس سليفز اذا بدك لوس بيبوردو ما بيجوا على قد الجسم بطريقه كثير كومفورتبل وكثير حلوه للصيفيه كمان. انا بفكر انه كمان اكيد صيفيه. الالوان اللي كان عم يشتغل عليهم كانوا كثير، في كثير باج، كان في كثير اجان نقشات، كان في اسود. اذا ملاحظ ما في قصص كثير شوك بالالوان، كانوا كلهم رايقين شوي بالالوان، وكمان كثير ايدنتيتي البراند. اكزاكتلي ايدنتيتي البراند، يعني بعرفتي انه بس طلعي بتقولي انه ذس از مانجو 100%، ما ظهر كثير من الستايل تبعه. بالصوره اللي بعدها كمان رح نكون عم نشوف
لامانجو دريس كتير حلو نسكم بهذه الطريقة اللي كتير حلوة مع السانتيغ اللي بتجي ساتان والقماش كمان ساتان اللي على هو على الكمام. اللون أجان رجعنا بالقصة، إذا بتلاحظ ألوان كتير خاصة بالصحراء، يعني إذا بدك تحط هيك تعمل إذا بدك ولا تابلو وتشوف شوي الألوان بتشوف كتير إنه في ألوان صحراوية، في كتير ألوان هيك earthy قريبة للأرض which is nice لهيدي الفترة يكون إنه everyone عم يرجع back to basics back to warm حلوة صح صح كثير حلوين الالوان. سو ذس از واي كمان اشتغل مانجو بهالكولكشن بهالطريقه اللي هي كثير ناعمه وكثير حلوه وبتزبط اذا حدا بده يلبسها لرمضان بس وبعد رمضان اكيد يستفيد كمان منها اكيد 100%. رح ننتقل للصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها أجان عم نشوف كمان كيف مانجو فرجى الرمضان كولكشن بطريقه كسوسوا بانتس فوق تونيك، ما اشتغلوا ابدا قصص قصيره او قصص مفتوحه، بالعكس فاتوا بكل المود صح. بس بطريقه فيري ترندي، انه فينا نكون عم نلبس بانتس تونيك فوق تطلع فيري ترندي فيري نايس. بس قديه مثل ما عم نشوف هون هالميكس اند ماتش، يعني السترايبس مع الجاكيتس اللي هي فيها باترنز قديه ريسكي ليك مانجو الا ما يعمل شيء تيكون كمان عم يكون اوت اوف ذا بوكس، يعني بده يضلوا يونغ. كنت انت عم تقلي عن كمان التارجت اودينس تبع كل براند، مانجو متفقين انه التارجت اودينس هن الاصغر شوي بالعمر، سو تو ميك ات اتراكتيف اند تو بيك ات تو كيپ ات اذا بدك قريبه من الجن مجبور يلعب على الباترنز، ما بيقدر يعمل شيء هالقد لوس وطويل وساده، انه اذا بدك كمان انه ما بيقدر يشتغل قصص كثير بعيده عن هيز تارجت اودينس تبعه اكيد. ذس از واي في الباترنز والباترنز منهم اكزاجيريتد له العالم، اذا غير حدا بيقول لك ما بيلبسون صح. بس for the target of Mango اكيد راح يبيع كثير. سارة قبل ما نكمل بدي اذكر كل المشاهدين ناطرين اسماساتكم على 10 13 تبعتوا S1 أو S2، اكيد عم بتشوفوا تباعا جواب وسؤال هلا على الهواء، او S1 أو S2 الجواب كثير سهل، كم هو عدد سور القران؟ S1 و S2 الاجوبه الصحيحه اللي بتلاقوها مناسبه بتبعتوها على 10 13 لحتى نرجع نتصل فيكم بعد شوي باول حلقه من هالفقره الرمضانيه لحتى نكون عم نشارك معكم بعض الهدايا، نكون عم نعيد نحن وياكم ونحضر للعيد بختام هالشهر الكريم، فما تترددوا ابعثوا SMS على 10 13. ورح نتابع حديثنا مع سارة لكن عن عن كيف مع مانجو عن الرمضان كولكشنز، وكنا بلشنا مع مانجو ورح نكمل صح. لننتقل على ربع صورة لمانجو تنشوفها سوا اللي هو very nice total look، بتشوف again قدي فيكون attractive وحلو بلا ما يكون over، بالعكس فيكون very trendy very nice. هون total look قدمه بطريقة the white، بتشوف again colors مثل كنا عم نقول وايت بيج بلو، هو الالوان الرايقه كريم، بتلاقي قصص فيري بيسفل، يعني حتى اللون بيشجع انه يبين فيري بيسفل. ننتقل للصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها هي لاوسكار، اللي هي اخر صوره سوري لمانجو، يلي هي الغوب لونج البلو، اجان كم طويل مثل ما قلنا انه الغوب لونج كم طويل على الموضه لرمضان. هلا ننتقل مع اوسكار دي لارنتا بالصوره اللي بعدها، قدم كولكشن كمان لونج دريسز، هيدي مع كاب. This is so Oscar de la Renta. شفت؟ I love it. هيدا عم لك اياه. It's very nice. It's totally him. واشتغل الوان. هلا Oscar de la Renta غير كل شيء كنا عم نقوله قبل، هو الوحيد اللي قدم الوان قوية كثير. دونك لأنه عم يعمل لونج دريسز يلي هن رح يكونوا لإيفانتس ولا قصص معينة. هيدي الصورة الثانية عم نشوفوها كمان لأوسكار دي لارنتا، العباية بتكون كمان اشتغل ريد، اشتغل بلو القوي، اشتغل تيركواز هلا بالصورة اللي بعدها رح نشوفها كمان. شو حلوة اشتغل بطريقة كثير حلوة. رويال. دايما فيري رويال، دايما في يا الكمام اللي بيجوا كأنه كاب، يا بيجي الكم مفتوح، بس دايما عندنا لونج دريسز مع لونج سليفز، كثير اشتغل لهالكوليكسيون مثل ما لازم لهيدا الشهر. وهيدي كانت آخر صورة لأوسكار دي لارنتا، معها عباية مفتوحة عم بيلبسها كتلة المودلز فوق ساتين طوال تكون فايد بهيدا الثيم. هلا هننتقل للديزاينر اللي بعده اللي هو تومي هيلفيجر. تومي هيلفيجر قدم حتى هو ما شفت شو قصدي everyone. تومي هيلفيجر قدم الغابلون كمان بطريقة كتير حلوة، الفرق انه الماش كانوا شوي ترانسبيرنت وشوي لوث تكمان ما يشوبوا الشخص، كانوا كتير بيريحوا، واللون بيرغاندي اشتغل بالألوان الريد والبيرغاندي كمان بطريقة very new. والصورة الثانية هلا لتومي هي كمان دريس بطريقة انه هو نسكن بس فوقه جاكيت دونتيل تيكون عم يلبس كانه ينغاب كم طويل بطريقه كثير حلوه وكثير ملائمه كمان. اخر ديزاين رح نكون عم نشوفه هو زارا، يلي قلنا نحن انه في عندنا الهاي اند او اذا بدك الاوت كوتور
والكمان الكوميرشال براندز مثل زاغا قدم كولكشن كمان اسمه رمضان كولكشن which is new for him انه يعمل شيء هيك وكان عم يشتغل على قصص كمان very loose كثير طويله قصص ديستركتوري اذا روب شوي مفتوحه من تحت انجا كم طويل okay. واللوك اللي بعده اللي هي اخر صوره لزارا كان كابانس وجيلي لوث كمان بالميتاليك تيفرجي انه وي كان بي ترندي بنفس الوقت ملائمين لهيدا الشهر يعني كل واحد اشتغل هو الانجل تبعه اشتغل التارجت اودينس تبعه اشتغل الفكره ولكن الكومن كله هو رمضان صح. حلو كثير سيم حلو كثير كمان كيف كل ديزاينر اشتغل يعني بي اي رؤيه خاصه فيه واو اميزنج سارة ثانك يو ميرسي لك شادي نرجع نلتقى فيك اي متى نيكست ويك الله راد هاف ا جريت ويك وسي يو ثانكس سارة ثانك يو مشاهدينا متابعين نحن وياكم بعد الفاصل انا وزميلتي بيا رح نكون معكم بالفقره المخصصه للشهر الكريم لهاللعبه الرمضانيه اللي بنتشارك فيها نحن وياكم بعد الفرح بعد الاسئله بعد هيك الجوائز كمان واكيد موسيقى اغاني اسئله جو حلو بنتشاركه نحن وياكم حتى يبدا نهاركم هيك بطريقه ايجابيه ما تنسوا بعدنا ناطرين اس ام اساتكم تبعتوا اس 1 او اس 2 الجواب يلي بتلاقوه ملائم وصحيح على سؤال اليوم يلي هو كم هو عدد سور القران الكريم اكيد الجواب كثير سهل اذا بتبعتوا اس 1 او اس 2 بالجواب الصحيح نحن بنرجع بنتصل فيكم وساعتها بصير فيكم تشاركوا معنا باللعبه وشخص واحد منكم رح يكون مخول انه يربح جائزه بختام الحلقه بريك صغير بيفصلنا عن متابعة اللعبة الرمضانية حضروا حالكم تابعونا دوروا تلفزيون حضروا تليفوناتكم كمان لا نتصل فيكم بريك صغير وصباح لبنان بالقسم الأخير نحن وياكم باللعبة المخصصة لشهر الكريم فنو زابينج خليكم معنا مسابقة يومية خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج صباح لبنان الساعة 11 صباحا إذا بتحب تشترك جاوب على هالسؤال كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114 سورة أو 113 سورة عبر إرسال الأس أم أس على 1013 جوائز قيمة بانتظارك صباح لبنان بالقسم المخصص للشهر الكريم اليوم رح ابدا انا وياك بيا هلا انا بدايه بدي اقول لك صباح الخير صباح النور ما صبحتك بالخير كيفك انت مشاتي انا كثير منيح يعني اليوم المسابقه كلها ربح بدي اهم شغله انه المشاهدين اللي عم بيتابعونا يبعثوا اس ام اس على 1013 لانه السؤال عم يمروا باسهل الشاشه واللي هو ما هو عدد سور القران الكريم بجاوبوا على الاس 1 114 او اس 2 113 صحيح وتلقائيا بتعرفي هون بدي اذكر بشغله كمان بيا انه السؤال يلي رح نترافق فيه كل يوم رح يكون في سؤال جديد رح يترافقوا فيه على الهواء المشاهدين وكمان عبر السوشيال ميديا عنا صباح لبنان على تويتر على انستغرام وصباح لبنان على فيسبوك سؤال رح تحسوه كثير سهل ايه نحن قصدا عم نحطه سهل لحتى نفسح مجال لاكثر عدد من الاشخاص انهم يشاركوا معنا هيك بمجرد بعثوا اس ام اس نحن بنتصل فيكم هون بتبلش اللعبه هون ببلش الجد يعني في عندهم بس نتصل فيهم حل من اثنين اول شيء شو اول شيء يا بدهم يحضروا النغمه في حال بنقوا يا بدهم النغمه يا بدهم يجاوبوا على سؤال صحيح فالسؤال هو معلومات عامه صحيح يعني هن معلومات عامه قد ايه قويه ممكن ينقوا معلومات عامه وفي حال حابين يتشاركوا معنا عبر النغمه في معنا اكيد سامر ابو خزعه على الاورج صباح الخير اهلا كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال نشكر الله مش سامر انا بدي اعيط له سامر سوبر سامر معنا على الكيبورد سامر من الاشخاص يلي اكسترا موهوبين خليني اقول وعنده هيك مواهب خاصة على الكيبورد بدق بطرق متعددة أكيد كلنا شفناه وكلنا تابعناه لسامر ما بعرف قد ايه إذا فينا نشوف هيك شو صغير منك هلا أو صعبة هلا يلا فينا ماشي. هيك بس لنخبرهم يعني قد ايه أنت سوبر موهوب مش بس بالعزف إنما بهالشو يلي أنت دايما بتقدمه بعزفك رح نشوف هيك مقطع صغير هيك بكونوا المشاهدين كمان تحمسوا اكثر وبناخذ تلقائيا من بعده اول متصل لحتى نبلش ونباشر لعبتنا يلا سامر تفضل تنشيل شوية كرسي مهلك شو بدك ساعدك خذ راحتك
السامر هيدا. معقول يعني شفنا الكلوز ابس يعني هيك كروزي من ورا من ماشي يعني وعشان مواهب مخبيه كمان من ورا هو عم بيرقص النغمه اميزنج. مشاهدينا هيدا هيك شوي من يلي رح نشوفه سوا ونكون عم نختبره نحن وياكم خلال الشهر الكريم. فإذا نضلكم بعتوا أسماسات على الأرقام، اللعبة كتير سهلة، كل يوم سؤال رح تترفقوا فيه عبر هوا تلفزيون لبنان. كمان بدكم تبعتوا S1 أو S2 بالجواب اللي بتلاقوه مناسب، ترجعوا من بعدها نحن منتصل فيكم خلال الفقرة، تختاروا أو أنكم تجاوبوا على سؤال أو انكم تحذروا نغمه. سامر رح يعزف لنا هيك مقطع منها او بدايتها، انتم بدكم تحذروا اي هي هالاغنيه، واذا جاوبتوا صح بيا اذا جاوبوا صح بيفوتوا بسحب القرعه، وشخص واحد بختام الحلقه رح يربح جوائز قيمه. والجوائز هي يا براد يا غساله يا مايكروويف يا باد، يعني في جوائز كثير قيمه بانتظارهم، فيتشجعوا ويشاركوا لانه حلو الربح خاصه بهذا الشهر الكريم، ففي احلى من الكرم. اكيد اكيد هذا شهر يعني المشاركه صحيح. خليني اقول مثل ما عم نشوف نحن دائما عم نحاول نشارككم قد ما فينا لحتى نكون دائما على تواصل مشاهدينا نحن وياكم. بيا انت عاده بتروحي للميله الاسهل او بتروحي للاصعب؟ يعني اذا انت متصل بتختاري نغمه او بتختاري سؤال؟ هي نتيجه لعبه، مش في شيء اسهل او اصعب، يعني حسب انه الواحد هو حظه يعني، فبجرب الاثنين. لا الاثنين ايه، انا مش حاتصل مره واحده كذا مره ما بعرف اذا صار في الاتصالات جاهزين لحتى ناخذ على الهواء، ولكن بدي اذكركم كمان مشاهدينا انه خلال هالشهر الكريم في هاشتاج عم نترافق فيها عبر السوشيال ميديا، كمان فيكم تشاركونا بتحضيراتكم بفرحه الاطفال، كيف عم تحضروا مع اطفالكم، هاشتاج صباح اندرسكور رمضان ان كان بالعربي او بالانجلش، صباح اندرسكور رمضان ار اي ام اي دي اي ان انها بالقلب صحيح 100%. بكره بينتقدونا بقولوا ما عم يعرفوا يقولوها بسيطه هلا سو تواصلوا معنا يعني ان كان بالهاشتاجز او عبر السوشيال ميديا او حتى بالاجوبه. بتعرفي بيا الاسئله يلي محضرينهم للمشاهدين هي اسئله لها علاقه بالشهر الكريم او اسئله معلومات عامة، يعني الواحد هو وحظه هيك سؤال كيف رح يطلع له، هن وذكاهن كمان شوي صحيح، وايه يعني بدهم هيك مثل حزوره مثل تحليل صغير بس هي كثير سهله. سامر الاغاني اللي رح نلعبهم هن اغاني اكيد كل الناس بتعرفهم، يعني اشياء قديمه اشياء جديده. مضبوط 100%، يعني اغنيهن من كل فنانين يعني اجمالا قديم وجديد. قديم وجديد يعني ما في مش حاصرين بفترة معينة. لا لا وعادة رح ادق هيك مثل مقطع صغير انترو رفران يعني حسب انت شو عبالك تسمع، يعني شيء المشاهدين اكيد رح يحذروا اكيد يعني هيدا ما بدنا اياهم يطلعوا ربحانين بدنا اياهم يطلعوا ربحانين على كل حال. هلا على كل حال انت شو حابب تسمع شادي؟ انا شو عبالي اسمع؟ بتعرفي هلا هيك الصبح ورواق بتخيل مثل ما بلشنا مع نسم علينا الهوى فيروزيات هي اكثر شيء حذرها شادي لازم تحط اسمه على البوكال اول اسم لازم ينزل بالبوكال يلا فاذا رح نبلش مع اتصال مثل ما عم نشوف كمان الرقم على الهوى بدنا نقول الو الو مرحبا مرحبتين رمضان كريم مين معي؟ مهدى عليك مهدى لبديدة عفوا شو الاسم؟ مهدى مهدى لبديدة مهدى شو اخبارك؟ رمضان كريم ان شاء الله شهر خير عليكم الله يخليك يا هلا اهلا وسهلا فيك مهدى خبريني شو عبالك تبلشي بسؤال او تحذري نغمه؟ عندك اثنين اوبشنز فيك تختاري فيهم لحتى تربحي، بتحذري سؤال او بتحذري مقطع اغنيه؟ مقطع أغنية؟ مقطع أغنية، رح نبلش مع سامر، يلا ركز كتير منيح واسمعي شو رح سامر يعزف، تفضل سامر. سامر كتير صعبتها هالقد كتير سرعتها شو؟ بدي اسمع عن التلفزيون، انا ما سمعت التلفزيون بدك تسمعينا ما عم تسمعينا من الاباراي ما عم تسمعي النغمه؟ لا
لا لا ما عم بسمع. يلا رح نرجع نلعب النغمة لكن. سامر؟ سوري عفوا ما سمعتها. ما سمعتها؟ في عزبك تعلي التي في من حدك هيك تسمع النغمة لو بدنا نعلي التي في شوي؟ عفوا أنا مش بالبيت هلا كنت. أنت مش بالبيت. أي يلا. للأسف خلص وقتها. حظك حظ اليوم معنا. بس ما عليه هيدي لعبه، انا بدي اتمنى لك رمضان كريم ورجعي ابعتي اس ام اس وشاركي معنا كل يوم، يعني اليوم الحظ ما حيلا فيك غير نهار ان شاء الله بيكون الى جانبك. شكرا لك. رح ناخذ اتصال اخر. بيا معك. الو صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم معي. علينا وعليكم يا رب. مدام فيترون من بعلبك. ما سمعت؟ مدام فيترون من بعلبك. اهلا وسهلا فيك وبكل اهالي بعلبك. بدايه شو بدك، نغمه او معلومات عامه؟ يلا لنبلش بمعلومات عامه. معلومات عامه. رح اسالك السؤال، جاهزه؟ يلا يلا. مين بنى الكعبه الشريفه بمكه المكرمه؟ هذا كثير متداول السؤال، يعني الا ما تعرفي الجواب او تكوني سمعتي او هون عليها شوي مساعده. يلا 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 سامية. ما في يعني احتمالات؟ رح اعطيكي احتمالات. يلا. سيدنا موسى، سيدنا علي، او سيدنا ابراهيم. بعتقد بسرعة تالتة. شو هي؟ تاني او تالتة؟ تاني او تالتة، بدك تقرر بسرعة خلص الوقت. تاني. يلي هو سيدنا الامام علي. اوبس. اجابة خاطئة. اجابة خاطئة. بداية جاوبتي صحيح، قلت الاجابة التالتة. رح نحمل السؤال معنا على كل حال للشخص التالي يلي رح يشارك معنا. تابعينا لتعرفي شو الجواب. بعتذر منك. بتعرفي قد ايه حلو هيك الواحد، يعني اول شيء معلومات عامه، اوقات الواحد بيكون شاكك فيها بالسؤال، بصير نحن عارف كيف عم نعطيه، بصير بيتردد. بس يلا ما عليه. على كل حال الاشخاص اللي ما راح يعرفوا الجواب راح نحمل السؤال معهم للاشخاص التانيين يلي راح يتصلوا لحديث ما نلاقي الجواب الصحيح، من بعدها بننتقل لسؤال تاني. صحيح، بس اهم شيء يشاركوا عبر الاس ام اس على 1013. بس انا بدي اطلب شغله بيا، ومش بس اطلبها، يعني رح روح شخصيا. سامر بدنا نتفق على شغله، بدنا نربح المشاهدين. سامر يلا. سامر بدنا نربح المشاهدين. هيدي النغمه يلي مخطوفه خطف، ما نحن ما نحن ما سمعناها ما حضرناها كمان. بدنا نربحهم. يلا اكيد. بدنا نطول نبقى النغمه شوي هيك تنساعد المشاهدين. اكيد اتفق انا وياك. هيك بركي بنعمل تيست هلا هيك على شي نغمه جديده. يلا على كل حال مشاهدينا ناطرين اتصالاتكم، بالاحرى ناطرين اس ام اساتكم لحتى نحن نكون عم نتصل فيكم. ضلكم ابعثوا اس ام اسات على ال 1013 يبعثوا اس 1 114 او اس 2 113، والاجابه هي كم هو عدد سور القران الكريم. شادي يعني بتعرف شغله انه برمضان دائما هيك العيال بتجتمع، وقد ايه فعلا حلو الجمعه لما تكون فعلا جمعه مباركه والعيله كلها ملفوفه وملمومه دائماً. مش انه لاشخاص بعاد عن بعضهم. صحيح، يعني هذه فرصه لحتى الواحد يرجع يتقرب من كل الاشخاص يلي حواليه، ونحن بهالموضوع بنتقرب منكم وبنسمع صوتكم مشاهدينا. بدي اقول صباح الخير ورمضان كريم. الو. الو الو صباح الخير. الو اي صباح لبنان، صباح الخير. بدي اطلب منك تسمعني من التليفون مش من التلفزيون. عمول معروف. صباح الخير. مين معي؟ انا علي طراف. يا علي كيفك؟ رمضان كريم. علينا وعليك رمضان كريم. كيفك؟ الله اكرم. اهلا وسهلا فيك علي. بعت انت اس ام اس جاوبت بجواب صحيح، بعت او اس 1 او اس 2 مثل كل المشاهدين. بتفضل انه نسالك سؤال معلومات عامه او نسمع نغمه لحتى تحذر الاغنيه؟ معلومات عامه. يلا يا بيا سؤال معلومات عامه. رح اعيد السؤال عليه اللي سالته من شوي، من بنى الكعبه الشريفه بمكه المكرمه؟
سيدنا النبي ابراهيم. ايوه بدي زقفه لك. الف مبروك، هيدي زقفه لك. اسمك تلقائيا علي شو العيله؟ علي طراف. علي طراف. علي اسمك رح يفوت معنا بالقرعه تبعنا لاخر الحلقه لحتى نشوف اذا من نصيبك انك تربح معنا اليوم. شكرا يا علي لاتصالك. نزل بالبوكال. رح اعطيك اياه. علي طراف تفضل، هو اول شخص بفوت اسمه بالقرعه لحتى نشوف اذا بكون حظه حلو. هلا قد ايه رح يكون حظه حلو؟ يمكن في احتمال لحاله ما حدا يعرف غيره ويخلص هو كره. يلا هلا بنشوف الاتصال الثاني. بدي اقول صباح الخير. الو رمضان. ألو. كريم صباح الخير. بيا جربي انت، ما بعرف انا صوتي. صباح الخير رمضان كريم. الو الو, ألو. مشاهدينا بدي اطلب منكم شغله، تصبروا علينا شوي، انا اذا نطرناكم شوي على الخط مش تزعلوا منا وتستعجلوا ياخذ على خاطركم. ما عليه، نطرناكم دقيقتين، انطروا معنا لحتى تقدروا تشاركوا بهاللعبه او اسئله او مثل ما شفتوا والربح زين، يعني لو نطروا ما يزعلوا ابدا. كل دور رح يجي للكل. بتعرفي الكادو دائما حلو لو شو ما كان. طيب كلنا هيدا واحد بيقيسها بيقيسها على حاله. يعني اذا بيوصل له الواحد ورقه هيك صغيره جفت او هيك شيء ما بيكون متوقعه بلاقيها قد ما هي الهديه اصلا بقيمتها اكثر المعنويه من قيمتها الماديه. صحيح، هي دائما هذا الاهم. فاذا مشاهدينا ابعثوا اس 1 او اس 2 اجوبه لحتى تقدروا تشاركوا معنا بهيدي اللعبه. واتصال جديد بياخذوا. الو صباح الخير. صباحو. الو ايه صباحو. رمضان كريم. الله اكرم. هذا لينا وعليكم. وعليك يا رب. مين معنا؟ مدام باري الصفدي. مدام باري الصفدي. الصفدي من وين باري عم تحكينا؟ بسمعك على التي في ولا بسمعك على التليفون؟ اسمعيني من اباري التليفون. اوكي ماشي الحال، عم تسمعيني بوضوح؟ ايه اوكي اوكي. باري عم تحكينا هيك بدها طمن له باله لشادي. دوحة عرمون. دوحة عرمون، تحية لإلك ولكل الأشخاص اللي عم يترافقوا معنا بهونيك. باري أهلا. تفضل. شو بدك؟ سؤال أو نغمة؟ سؤال. سؤال. باري رح أحضر لك اسمك، طفلة بدك تربحي، بدي أحط لك اسمك بالقرعة. ها؟ رح أسأل أنا السؤال يا شادي. يلا بيا. من هو أول فدائي في الإسلام؟ بتعطيني احتمالات؟ في احتمالات يا شادي؟ كثير سهل الجواب، كثير سهل الجواب، يعني السؤال صار كثير سيدنا علي بن ابي طالب. ايوه. ما قلنا لك مبروك يا بارعة. شفت بقى ما اشتريك بلا مساعدة. وهيدا الاسم صار بالقرعة. بارعة تابعينا لاخر الحلقة بعد شوي لحتى نشوف إذا رح يكون عندك فرصة ربح جائزة. بختام الحلقة تابعينا لآخر الحلقة. يعني ألف مبروك للأشخاص اللي عم بيحذروا الأجوبة، بتعرفي لأنه بكل بساطة ما حدا بيعرف، يمكن الحظ يكون من حليفهم وهن يربحوا. صحيح، بتعرفي الحلو إنه عم ياخذوا طريق الأصعب. ما بعرف أنا بالنسبة إلي إنه أهين إنهم يحذروا أغنية على إنهم يجاوبوا على سؤال كله واثق من حاله. وبعد ما هونا علينا الأسئلة يعني بعدنا عم نصعب. عم بروح بالاتجاه الآخر. حلو. ناطرين اسماساتكم كمان مشاهدينا. على كل حال اس 1 واس 2 تبعتوا الجواب الصحيح بحسب شو بيكون السؤال كل يوم. اليوم اول سؤال كان ما هو عدد سور القران الكريم مثل ما عم تشوفوا على الشاشه. بكره اكيد سؤال جديد بيمرق تباعا عبر هوا تلفزيون لبنان ومن خلال صباح لبنان عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر على انستغرام وكمان على فيسبوك. هيك اذا ما قدروا يتابعونا بتابعونا اونلاين. وفين يتابعونا على طول كمان، مش اذا فيهم ما يتابعونا واذا ما قدروا يتابعونا مضطرين نحن ناطرين انه يتابعونا. على كل حال مشاهدينا نحن بانتظار دائما مشاركتكم معنا بصباح لبنان، لانه فعلا في كثير جوائز ناطرتكم وجوائز قيمه خلال هذا الشهر الكريم. فمثل ما ذكرنا بالبدايه رح يكون في بانتظاركم براد، تلفزيون، مايكروويف، رح يكون كمان في باد، يعني جوائز كثير كبيره. صحيح. مش انه جايزه زقطوره يعني، لا حرزانين. في اتصال ما بدنا ناخرهم على الهواء. بيا صباح الخير. الو الو صباح النور. رمضان كريم. مين معي؟ صباح النور. رمضان كريم. الله اكرم. مين معي؟ الو ايه حضرتك على الهواء صباح لبنان. رمضان كريم علينا وعليك. وعليك يا رب الخير. مين معنا؟ اسمه بر.
أسماء بري، أهلا وسهلا فيك يا أسماء، إن شاء الله بيكون شهر خير عليكم يا رب وعلينا. أهلا علينا وعلينا. أسماء بتحبي أنه تجاوبي على سؤال، تحذري سؤال أو بتحبي تحذري أغنية؟ وعليكم يا رب. أسماء أنت وين عم تسمعيني؟ أسماء بدي أطلب منك تسمعيني من أباري تليفون مش من التلفزيون. سؤال. 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 أوكي يا أسماء، بس بدي عزبك تسمعيني من أباري تليفون مش من التلفزيون لحتى يكون أسرع التواصل. إيه ممكن. يلا سؤال مع بيا كمان. رح أسألك السؤال. هيك نوع الأسئلة في هيك حزازير. ما هيك رح جرب ما خليهم للأسئلة شوي صعبين، رح هون علي. يلا هوني يا أسماء. أسماء. ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ هين كتير. نعم. يلا شو الجواب؟ ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ والأرض. شو في؟ بين السماء والأرض. بعد معك 10 ثواني. ما في احتمالات. هيدا مثل حزوره صغيره يعني ما تنبش كثير. كوكب. كواكب. كوكب. مش كواكب، هو مزبوط في كواكب بس لا مش هيدا الجواب. تابعينا لنشوف شو الجواب بعد شوي. حظك اليوم يمكن ما كان حلو بالاسئله ولكن انا متاكد رمضان حملك الحظ الوفير لك ولعائلتك. شكرا لمشاركتك وضلك دائما تبعتي اس ام اسات حتى نتصل فيك ونعمل صبحيه معك. اتصال اخر بيا. الو صباح الخير. الو بونجور. رمضان كريم. ميرسي علينا وعليكم. مين معي؟ ران. ران. ران شو عائلتك؟ قاعي. سباعي؟ قاعي. اوكي ران بدك. بس اول شيء بدي بوجه تحيه لشادي ولسامر بخزعه على الاورج والبرنامج كثير حلو وبتمنى لكم كل التوفيق. ثانك يو يا ران. ثانك يو لإلك. بنشكر مشاركتك معنا ومتابعتك لنا ايضا. ميرسي ران. شو بدك تروحي عند سامر؟ ما بعرف ليه حاسس بدها تروح عند سامر ران. انا بدي اروح عند سامر بس النغمه ما يعني سمعتها بس ما مش ما عندها اذن موسيقيه. يلا يلا رح نساعدك ورح انا عملت انا وسامر هيك اتفاقيه انه نطول شوي المقاطع الموسيقيه لانه حتى نحن ما حضرناها يعني. يلا يا سامر ساعدنا. يلا يا سامر ران بدنا نربحها. كثير هينة هينة. كان عنا طحون عنا ضعي المي إلا بسحاب. سمعينا سمعينا صوتك. ايه ايه رأي يتحل الحي. ايوة شادي عظيم ران. نعم. يا ريت فينا ناخد رتور كمان بالستوديو هيك نحن نكون عم نسمع. لكن كان عنا طحون. كان عنا طحون وكان عنا حدا اتصل وفات بسحب القرعة وكان اسمه ران. اسمه ران وعائلته شو؟ ران ذكرنا بالعائلة. ران قاعي. قاعي. ران قاعي. ران تابعينا لآخر الحلقة بعد شوي حتى نشوف اسمك بالقرعة إذا من نصيبك إنك تربحي معنا اليوم. شكرا لمداخلتك لإلنا. بتمنى لك إن معنا وبشكو وبتمنى لك إن حلو. ميرسي لإلكم. أوكي ران. يعني قد ايه الاشخاص عم بيكونوا فرحانين لما يربحوا ايضا اكيد وقد ايه بنكون فرحانين انه سامر طول شوي الاغنيه اكثر هيك ها صرنا عم نحذرها سامر نحن حذرناها قبل كان هيك كنا عم نبصر يعني يعني اتصالات ما حذروا اتصالات حذروا الجواب معنا ثلاثه فاينلست لليوم بيا رح تسحب رح جرب انا اسحب يلا لنشوف نخلطهم هيك يلا رح نفتح الاسم سوا على الهواء الاسم رح نقول مين ألف مبروك لمين؟ لبارعة الصفدي. بارعة الصفدي ألف مبروك ربحتي معنا جائزة أكيد فيك تتصلي على تلفزيون لبنان ببرنامج صباح لبنان على 0178880 لحتى تاخدي تفاصيل وتسلموا جوائزكم جميعا مشاهدينا بختام الشهر الكريم. هذا كانت فقرتنا لليوم وهي فقرة كل يوم رح نترافق فيها. من بعد البرنامج دغري دغري بيبدا السؤال الجديد يلي رح تجاوبه اس 1 او اس 2 على العشره
13 بالجواب الصحيح عبر اس ام اس 1013. اكيد تابعونا دائما عبر اس ام اس او اس 1 او اس 2 بعرف الرقم هو 1013 احسن ما نضيعهم لا بضيعوا عم بقول لك عبر الاس ام اس 1013 اس 1 او اس 2. على كل حال مشاهدينا بدنا نشكر متابعتكم لنا بصباح لبنان. بدي اتمنى فعلا هذا الشهر يكون شهر مبارك وكله خير وبر واحسان على الجميع. شكرا لك شادي وثانك يو لك بيا ولكل يلي عم الشكر الكبير لسامر بخزعه. سامر كل يوم نحن موعدنا نحن وياه طيله هذا باذن الله. أهلا وسهلا فيك سامر. مشاهدينا لقانا بتجدد بكرة بصبحية جديدة صباح لبنان جديد معكم ومع كل الزملاء. فإلى اللقاء وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم في وقت أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء. صباح لبنان.